مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم معانا وحلقه جديده من حلقات حديث القاهره، حلقه بدايه الاسبوع. النهارده السبت 10 فبراير 2024. الحقيقه حديث القاهره وعلى مدار الايام اللي فاتت لم ينقطع ابدا، سواء كان في الموضوعات السياسيه والاحداث الجاريه واللي بتشهدها فلسطين، او في الاحداث الداخليه، وخصوصا ان احنا عندنا مجموعه من الموضوعات المهمه جدا اللي بدات اجراءات تنفيذها على الواقع. وبالرغم من ان في قرارات مهمه الا ان برضو في موازي ليها اسئله مهمه. خلينا نبتدي حلقتنا على طول ونقول ان القرارات الاخيره للحكومه المصريه والتصرفات والاتجاهات المختلفه اللي بتسير فيها علشان تشديد الرقابه على الاسواق من جهه، إنها تحاول قدر الإمكان زيادة فرص التمويل بالدولار على جهة تانية، وكمان عندها التحدي الأكبر وهو تنفيذ قرارات السيد الرئيس بحزمة كبيرة جدا من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية للمواطن العادي، وأيضا مجموعة من القرارات المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وما يترتب عليها. طيب احنا عندنا اسئله كتير، وهي بالفعل حديث القاهره زي ما الموضوعات دي حديث القاهره. ناخد الاجابات عليها من ضيفنا العزيز على التليفون، سياده السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. سياده السفير مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اول سؤال بيخطر عند المواطنين، كيف يمكن ان تقوم الحكومه بتنفيذ قرارات السيد الرئيس بزياده الاجور وحد الحمايه الاجتماعيه بدءا من الشهر القادم، وهتوفر منين الميزانيات دي يا فندم؟ في الحقيقه يا فندم، الحكومه خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير يوم الخميس الماضي ناقشت حزمه الاصلاحات والحمايه الاجتماعيه المرتبطه بتحسين دخول العاملين بالجهاز الاداري للدوله. المعالي السيد وزير الماليه استعرض كافه البنود المتعلقه بتحسين الاجور وكافه على مستوى كافه الفئات التي ستنطبق عليها حزمه تحسين الأجور وحزمة الإصلاحات. المخصصات ستعمل وزارة المالية على توفيرها من خلال البنود المدرجة في الموازنة العامة للدولة، وإن شاء الله يعني دولة رئيس الوزراء أكد على أنه الحزمة هي أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بتبلغ 180 مليار جنيه، وإن شاء الله كما ذكرت حضرتك سيتم تطبيقها بداية من شهر مارس المقبل. ودولة رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستعمل على تنفيذها فورا من الشهر المقبل بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية. وده مش هيكون في أي ضغط على الموازنة العامة يا فندم أزيد من الطبيعي، لأن احنا عارفين أن في مواجهة كبيرة جدا حاليا لمصر في ملفات اقتصادية كبيرة؟ لا ان شاء الله مش هيكون في ازمه كبيره، لانه كما ذكرت حضرتك وزاره الماليه ستعمل على تدبير البنود وكافه البنود والمتطلبات المرتبطه بحزمه الحمايه الاجتماعيه من خلال البنود العامه المدرجه في الموازنه. طيب في مجموعه من الاقاويل كانت موازيه لصدور هذا القرار، وهي ان القرارات دي مرتبطه بتعويم جديد للدولار في السوق، هل في رد من رئاسه الوزراء على ما قيل؟ يعني بطبيعه الحال يا فندم، اولا يعني لا يجب الربط ما بين الامرين، لانه عمليه الاصلاح وعمليه توفير الحمايه الاجتماعيه وتحسين الاجور هو مطلب دائم، يعني كما شهدنا جميعا الرد الفعل الايجابي من العديد من فئات المجتمع على اعلان القرارات التي اتخذها فخامه السيد رئيس الجمهوريه. ردود الافعال كانت واضحة أنه هناك مطالب أساسية لإصلاح وتحسين الأجور بغض النظر عن ارتباطها بأي موضوعات أخرى مرتبطة بسعر الصرف أو السياسة النقدية. ثانيا بطبيعة الحال يعني السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي، ولكن يعني يؤكد لحضرتك أنه في كل الأحوال الحكومة يعني بتعمل على عملية إصلاح شاملة في الاقتصاد من ناحية، ومن ناحية أخرى الحكومة بتعمل على كما ذكرت حضرتك جذب استثمارات أجنبية وتوفير موارد جديدة من العملة الأجنبية من أجل مساعدة في ضبط سعر الصرف بالتنسيق بطبيعة الحال مع البنك المركزي. عظيم. طيب هنيجي لهذه النقطة بعدين، لكن هل مجلس الوزراء ناقش أيضا موقف القطاع الخاص من قرارات السيد الرئيس؟ هل يا ترى هيكون في أي تعامل من أجل زيادة برضو الحد الأدنى للأجور ورفع الأجور المترتبة عليها مع القطاع الخاص، ولا ده مش موجود حاليا من ضمن الملفات المطروحة؟
هو بطبيعة الحال يعني هذا الأمر من الموضوعات الهامة، وإن شاء الله يعني إذا كان يعني لم يناقش خلال الاجتماع بتاع اجتماع مجلس الوزراء، فإن شاء الله سيتم مناقشته في إطار اللجان والمجلس الأعلى للأجور في هذا الصدد. عظيم. طب اسمح لي سيادة السفير، أنا هكون صريحة معاك، أول ما بنقول زيادة في الأجور ورفع الحد الأدنى وما يستتبعه من أشياء، المواطنين بيتحسسوا جيوبهم ويقولوا هيبقى في ارتفاع في أسعار السلع في السوق. هل يا ترى في أي إجراءات موازية من أجل ضبط الأسواق أكتر وأكتر، وخصوصا إحنا داخلين على شهر رمضان الكريم وعارفين بيبقى في ضغط قد إيه على سوق السلع اللي موجود داخل جمهورية مصر العربية؟ يعني حضرتك بداية خليني أقول أنه حزمة الحماية الاجتماعية، يعني كما نطلق عليها هي حزمة حماية اجتماعية، هي غرضها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي. لكن بطبيعة الحال التضخم خلينا نقول أنه ليس فقط مقتصر على مواجهته، مقتصر على تحسين الأجور. يعني خلال الأسابيع الماضية كما تعلمين حضرتك تم على سبيل المثال إصدار عدة قرارات سواء من دولة رئيس الوزراء أو معالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية من أجل ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية. دولة رئيس الوزراء عقد عدة اجتماعات من أجل مراجعة، من أجل متابعة تنفيذ تلك القرارات والتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص، سواء كنا بنتكلم على اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية، من أجل مراجعة أو تنفيذ القرارات التي اتخذت والعمل على ضبط الأسعار السلع في الأسواق. أيضا مجلس الوزراء بدأ أو اكتملت منظومة الرقمية التي يشرف على إنشائها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منظومة متكاملة لمراقبة أسعار السلع الأساسية ومدى توافرها وأسعارها على مستوى محافظات الجمهورية، والمنظومة منظومة متكاملة بتسجل الشركات المنتجة والمصنعة. عظيم. أيضا مجلس الوزراء وطبقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ومعالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بدءا من شهر مارس المقبل إن شاء الله، احنا بنتكلم على أيام بعد حوالي 20 يوم إن شاء الله، سنبدأ في ستلتزم الشركات بوضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك على السلع، وبالتالي أي تغيير مستقبلا في أسعار السلع يجب أولا اختار وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية التي يرأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. أي تغيير في السلع يجب اختار الأول الطرفين بالمستندات التي تبرر الزيادة في أسعار السلع، وبالتالي القبول والموافقة على رفع السعر الملصق على هذه السلعة في الأماكن بتاعة البيع. طب إذا ما حصلش التزام يا معالي السفير، لأن احنا شفنا الثلاث أيام اللي فاتت في مجموعة من السلع الأساسية سعرها عالي في السوق، في ارتفاع الأسعار أو عدم الالتزام بالبيع بحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك ده بيترتب عليه مخالفة وطبقا لقانون حماية المستهلك، وبالتالي الجهات الرقابية سوف تطبق القانون بصورة فورية على المخالفين. ولكن أيضا بحب أطمنك أنه الجزئية الأخرى المرتبطة بأسعار السلع كما أشار البعض، سواء من حيث نقص مدخلات الإنتاج أو سواء من حيث عدم توافر العملة الصعبة التي يجب توفرها من أجل توفير مدخلات الإنتاج، يعني دولة رئيس الوزراء أكد على أنه خلال الاجتماع الأخير لمناقشة ضبط أسعار السلع في الأسواق على ضرورة توفير مدخلات الإنتاج التي تساعد الشركات والمصانع على الاستمرار في إنتاج السلع، وبالتالي طيب. إن شاء الله لن نشهد طب أي نقص في أسعار السلع. كده جينا لمربط الفرس سعادة السفير، اسمح لي أقول إذن دي كانت توصيات سيد رئيس الوزراء، وهو بنفسه صرح وقال إن إحنا عندنا في تصريح مباشر قال في موارد كبيرة من النقد الأجنبي هتتوفر في الفترة اللي جاية، لكن الحقيقة مفيش أي توضيح لهذه النقطة. يا ترى ده هيتوفر إزاي؟ إيه هي المشروعات الموجودة حاليا على خلينا نقول وملفات موجودة على مائدة السيد رئيس الوزراء وممكن توفر النقد الأجنبي في فترة قريبة مثلا زي إيه؟
يعني خلينا مبدئيا حضرتك، البيان الصادر تحديدا حول هذا الموضوع، البيان كان واضح جدا، يعني لا نفضل ذكر تفاصيل او امثله بعينها، ولكن نظرا لان المفاوضات ما زالت جاريه حاليا، وبالتالي لكن البيان كان الغرض منه هو طمانه الساده المواطنين الى انه الحكومه بتعمل بكل جهدها من اجل جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره التي ستضر حجم كبير من الموارد النقد الاجنبي يسهم في ضبط الاسواق. وبالتالي يعني كانت الرساله الاساسيه هي انه حاليا بتجرى مفاوضات من قبل مجلس الوزراء مباشره عبر لجنه فنيه وقانونيه مشكله بمجلس الوزراء لمناقشه مجموعه من العروض استثماريه الضخمه التي ستدر موارد ضخمه من النقد الاجنبي بمساعده مكتب محاماة يعني عالمي مشهود له الخبرة في هذا الصدد. وبالتالي طيب. إن شاء الله قريبا سيتم إعلان كافة التفاصيل المرتبطة بتلك الاستثمارات والاتفاقات. تمام، يعني لحين التوصل لاتفاق تام ساعتها يقدر يعلنه مجلس الوزراء وهو يعني قائم بالفعل. أنا بشكرك جدا سيادة السفير محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، شكرا جزيلا. طيب إذا كان هذا هو القرارات والتدابير اللي بتاخدها حاليا رئاسة الوزراء علشان ضبط السوق في الفترة اللي جاية وتوفير النقد، فخلينا نقول ان موقف القطاع الخاص، سؤالي اللي سألته لسيادة السفير من رفع الحد الأدنى للأجور، هو سؤال مهم، يعني عدد كبير جدا من الناس شغال في هذا القطاع المهم. قبل ما اقول لكم موقفه ايه وايه هي الاخبار اللي موجوده على الارض، خلينا راجع معاكم كده وافكركم بقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الموضوع ده، علشان يرفع الحد الادنى للاجور اللي تم مضاعفته ل 50% مره واحده مؤخرا ل 6000 جنيه. هرجعها معاكم. تخصيص 6 مليار جنيه لتعيين 120 الف من اعضاء المهن الطبيه والمعلمين والعاملين بالجهات الاداريه الاخرى. كمان من القرارات زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000 ل 1200 جنيه شهريا حسب الدرجة الوظيفية. كمان رفع حد الإعفاء الضريبي من 45 ل 60 ألف جنيه، طبعا لأن المرتبات زادت. طيب المعاشات هتتأثر إزاي؟ هي كمان هتزيد بنسبة 15%، يعني 13 مليون مواطن هيستفيدوا من هذه الزيادات، بالإضافة طبعا أن تكافل وكرامة هيزيد هو كمان 15%، دي حزمة الحماية الاجتماعية اللي اتكلمنا فيهم. طيب إيه بقى القطاع الخاص هيحصل فيه إيه؟ خلينا نعرف من على الأرض الأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال معايا عبر زوم، معانا عبر التليفون. مساء الخير يا أستاذ مجدي. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. يعني الحقيقة احنا سألنا من شوية المتحدث باسم رئاسة الوزراء عن القطاع الخاص وموقفه، قال هيبقى في اجتماع للمجلس الأعلى للأجور لبحث ده. هل يا ترى دلوقتي تم تحديد موعد علشان بحث هذا القسم الخاص بالقطاع الخاص ولا لسه مش محطوط في جدول الأعمال؟ لا لسه، لأن الوقت يعني وقت من وقت الإعلان لغاية دلوقتي يعني أيام قليلة جدا، ما لم يتاح فيها يعني الكلام عن عقد اجتماع، لان طبعا المبلغ اللي دخل كمان جديد كبير، يعني ما كانش متوقع ان هو يزيد الحد الادنى للاجور بهذا المبلغ يعني 2000 جنيه، ده بالاضافه الى ان كان المفروض الحد الادنى للاجور في الجهاز الاداري للدوله 3 وفي القطاع الخاص 3.5، يعني القطاع الخاص متاخر 500 جنيه تقريبا عن الجهاز الاداري للدوله. ولما الجهاز الاداري للدوله زود 2000 بقى الفرق 2.5 تقريبا، فالمبلغ بقى كبير جدا. اضف لذلك ان موازنه القطاع الخاص دايما بتبقى في يناير، وموازنه يناير اضيف فيها 500 جنيه اللي هي من 3 ل 3.5، فعشان القطاع الخاص يدفع 2.5 بتهيألي محتاجة جهد ومحتاجة وقت، فالمفروض خلال الفترة اللي جاية المجلس القومي للأجور هيبتدي عملية تنسيق مع القطاع الخاص ومع ممثلي العمال حوالين يعني القطاع الخاص في ظل هذه الظروف يقدر يدفع قد إيه وإمتى، وبناء على قد إيه وإمتى هيتقرر عقد اجتماع بحيث يتم فيه تلك النقاشات ويتم إقرار ما يتم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة. تمام، يعني احنا جينا هنا برضو للنقطة الأساسية، احنا شفنا القطاع الخاص العاملين فيه بيقولوا انفتك الميري مؤخرا، لأن الموضوع مش هيبقى سهل على القطاع الخاص، هو بالأساس عنده تحديات اقتصادية كبيرة جدا،
وفي طبعا منهم قطاعات كبيرة جدا بتعيش حالات من حالات الخسارة، فازاي ممكن توازن ده؟ هل عملية التفاوض دي هتبقى مقبولة؟ وإحنا على حد معلوماتنا وفق الزيادات السابقة هي كمان في كتير من المؤسسات القطاع الخاص تقدمت بإعفائها من تنفيذ هذه القرارات عشان ميزانيتها لا تسمح. هيعملوا إيه بقى يا فندم في الفترة؟ خلينا نقول إن يعني بالعقل كده، أنا طبعا بصفتي ممثل العمال نفسي العمال ياخدوا الحد الأدنى كلهم يعني أكيد دون استثناء. لكن الوضع، خلينا نقرأ الوضع القائم. الوضع القائم دلوقتي، هل الشركات هتقدر؟ أنا من وجهة نظري مش هتقدر تدفع مرة واحدة. طيب نحل الأزمة دي إزاي؟ من الممكن إن احنا نعمله مثلا على مرتين خلال العام، دي نقطة. النقطة الثانية، يجب على الحكومة برضو أنها تقدم بعض يعني المميزات وبعض الدعم للقطاع الخاص تمكنه من أنه هو يقدر ينفذ الكلام ده. زي ايه يا فندم؟ انا هقول لحضرتك، في فترة من الفترات سابقة كان وزير القوى العاملة قال يا اخوانا احنا يعني لازم تطبقوا الحد الادنى للاجور، واللي مش قادر يطبق ممكن من خلال صندوق الطوارئ، يعني صندوق الطوارئ ده يدعمه لمدة 6 شهور، وبعدين يعني في الفرق ده، وبعد كده ايه كل صاحب عمل يكمل. فاعتقد لو برضو يعني صندوق الطوارئ تدخل وادعم اصحاب ودعم اصحاب الاعمال في هذا الفرق واداهم مهله بدل 6 شهور سنه، كلام سليم، وان هو يدفع الفرق بتاع الحد الادنى للاجور وبعد كده اصحاب الاعمال هي اللي تعمل، يبقى انا اعتقد تبقى دي مبادره جيده سواء من الدوله او من القطاع الخاص. طب وساعتها الصندوق ده بيجيب فلوسه منين يا فندم؟ دي فلوس مودعه مسبقه من القطاع الخاص؟ فلوس عمال في الاخر. يعني فلوس مودعه مسبقا بياخدها على انها سلفه ويرجعها تاني، ولا بيعمل فيها ايه دي؟ لا، حتى لو ما رجعهاش، دي المفروض صندوق الطوارئ ده هو صندوق اسس من اموال الغرامات وبعض الحاجات الاخرى، الغرامات اللي هي مثلا اللي بتوقع على العمال. صندوق الطوارئ ده وظيفته ان الشركات اللي هي بتواجه تعثر، لو هو يعني في استطاعه ان هو يدفع اجور العمال لمده شهرين او 80% من اجور العمال لمده 3 شهور مثلا، تمام، بحيث يبقى في المقابل الشركة دي ممكن تعود تاني للسوق وتشتغل، فبيعمل ده صندوق الطوارئ. صندوق الطوارئ وظيفته يساعد الشركات عشان خاطر تقدر عظيم يعني اللي بتواجه عثرات عشان تقدر ايه ترجع تاني وتشتغل تاني بقوتها. طب لو لم يستطع القطاع الخاص ان هو ينفذ ده، ما فيش اي صيغه الزاميه لإلزامه بتنفيذ هذه القرارات بالرفع، ساعتها ممكن يعمل ايه؟ ينسحب من السوق يعني مثلا، ولا يقوم بتسريح العماله اللي موجوده فيه؟ عشان انا برضو بص يا استاذه، انا مش يعني انا بصفتي نقابي، انا برضو ما ينفعش اقول يطبق الحد الادنى للاجور والشركه تقفل بكره. ده مش في مصلحه العامل، استحاله يكون في مصلحه العامل، لان الشركات هتضطر تسرحه في الحاله دي، ما هياش عايزه العدد ده، تقلل العدد عشان تقدر تدفع. لا انا مش عايزه يتسرح العامل، لا انا دوري كنقابي هو التوازن بين الحقوق والواجبات للطرفين، وحافظ على كمان المنشاه تشتغل عشان العامل يفضل يقبض اخر الشهر. طبعا وضحت، احنا متفقين كلنا في هذا الموضوع. احنا في انتظار ايه اللي بالظبط هيتفاوض بيه القطاع الخاص مع يعني المسؤولين والمجلس الاعلى للاجور، علشان زي ما نقول يبقى في عداله في النص. انا بشكرك جدا الاستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال عن كل المعلومات اللي اديتها لنا. الموضوع الثالث، مازال حديث القاهره الملتهب، سواء كان بقى الموضوع 99 مليون جنيه أو كان وصل لمليار جنيه زي ما الأخبار كانت بتقول، فهي قصة نصب من الدرجة الأولى. إيه اللي أغرى الناس إنها تقع في هذا الفخ الكبير؟ وإزاي في مدة قليلة ما كملتش شهور قدرت شخصية تبقى بلوجر شهير اسمها سلوى الغزولي، واستغلت سلمى الغزولي واستغلت إقبال الناس بشكل كبير جدا على أنهم عايزين يتاجروا في الملابس العالمية والمنتجات اللي بتيجي من برة، بأنها تاخد كل الفلوس دي ليها ولعيلتها؟ يعني سؤال كبير بصراحة، أنا محتاجة أفهم في هذا الموضوع الأبعاد، وخصوصا المطلعين على الكواليس اللي هم جزء من هذا الحدث. أحد الضحايا في هذا الملف الأستاذ أحمد، وهو واحد من ضحايا سلمى الغزولي وشبكة النصب الكبيرة اللي وصلت للأرقام دي. يا أستاذ أحمد مساء الخير. أمور سيدة كريمة. أستاذ أحمد، الحقيقة أنا بس عايز أعرف آخر موقف وصل لكم من المحامين، هل في أي جديد في التحقيقات حتى هذه اللحظة وصلت لكم من خلال المحامين أو من خلال طبعا في أحداث كثيرة حصلت، وأنا طبعا بحيي حضرتك الأول
وبحيي حضرتك على حاجه ثانيه، ان انت ذكرت الرقم الحقيقي لبعض من الاعلاميين بداوا يقولوا ارقام زي المليار، فانا حبيت ان انت فعلا ذكرت الرقم الحقيقي في اول الحلقه، وده اللي كنت حابب اعلق عليه، ان رقم 99 مليون هو مش مليار حضرتك، ايا كان هو رقم كبير بس برضه مش بمثابه المليار. ده لسه ما كملش 100 مليون. انوه معلش، انا من خلالك يعني انا عايز انوه لحاجه، يعني انا عارف ان صوت الحق، انا مش عارف اتكلم كل ما اخش مع في لقاءات، فمش عارف اوصل للحاجه اللي انا نفسي انوه عليها. اتفضل. انا عايز اقولها وبعد كده هكون متاح معاكي في اي اسئله. اتفضل. حضرتك بس هو حوار المليار او حوار 99 مليون دول، ال 2000 ضحيه، هو مش 2000، دي معلومه مهمه لازم الناس كلها تعرفها. الليمت بتاع انستا بي في التحويل يا استاذه كريمه 400,000 جنيه في الشهر، اكتر 400,000 جنيه في الشهر، فازاي الناس هتقدر تحول ملايين في الشهر؟ احنا بنتعامل كله على انستا بي، فده دليل ان اللي تم التحويل من حسابات مختلفه كثيره جدا، مش 2000، لا هم اكتر من 2000، لان ال 2000 دول تجار. حضرتك مثلا انا تاجر من 2000 تحت انا 20 واحد، ال 20 واحد مثلا بيحول 15,000 20,000، فبيحول مش على حسابي انا، بيحول على حساب سلمى على طول، فبالتالي الرقم اصبح يعني اللي ظاهر 2000 بس في الحقيقي هم ناس كتير جدا وغلابه جدا، يعني لا يملكوا الملايين اللي اتذكرت دي، يعني ده غلط جدا، الناس فعلا منهاره، ازاي معانا ملايين؟ لا، ده بيشارك براس ماله الاساسي، باع اصل يا استاذه كريمه، اصل زي الذهب وشقه وعقارات وحاجات عشان خاطر يبدا يشتغل ويبدا يقوم بحياته. صحيح يا استاذ احمد، احنا سمعنا ان في ستات باعت حلقها وفي ناس يعني علشان تقدر تجيب ال 15,000 او 16,000 دي. انا كل يوم بيجي لي بصفه ادمن في جروب، يعني ادمن في جروب بيجي لي فعلا مشاكل، والله ناس اتطلقت، يعني جوزها لما يقول لها انا مش مقتنع بحوار الهدوم ده، هتبيع هدوم والكلام الفاضي ده، فهي اضطرت تبيع حاجه عشان خاطر تبدا شغل وتساعد جوزها، لما عرفوا الخبر والله طلقها. انا فعلا القصه دي اتحكت عليا، في قصص كتير مش قادر احكيها لك لان مراعاه لمشاعر الناس دي معانا في الجروب وعارفيني. طيب. فالقصص كبيره يعني. استاذ احمد انا بحيي صدقك جدا بصراحه، لان الواقع مؤلم، لان في ناس بالزبط. طلعت الفلوس دي بطلوع الروح، انت هنا مثلا هي كان الهدف بتاعها، هي ما كانتش بتعمل توظيف اموال زي ما الناس اللي بتقول الطماعين والنصابين بيروحوا للطماعين، المكسب اللي كان بيطلع في الكوبون ما كانش بيزيد عن 2000 3000 جنيه، يعني كانت عمليه تجاره لتحقيق بعض الارباح. تمام بالظبط. بص حضرتك، هي الفكره كلها ايه؟ البنت دي لعبت على كذا طرف من الاطراف اللي موجوده، زي في طرف يقول لك انا هاخد فلوس اعملها جمعيه واشغلها لك ومش عارف ايه، وتاخد ايه بدل ما تحطها في البنك مثلا، هي جمعيه معايا ودايره وليك ارباحها. طرف ثاني دخل كان ان هو كتجار او كشغل عادي، يعني بتجيب حاجات شخصيه، خلاص انا هلعب لك على الطرف بتاعك، يعني انا كشخص انا يعني انا مبلغي التوتال كله 100,000 جنيه مقبل على الزواج، وكنت خلاص راحت فلوسك. طب استاذ احمد انا عندي سؤال مهم الحقيقه، مش هقدر اختم معاك من غيره، هل حصل اي تفاوض من اي حد من عائله سلمى علشان اعاده الفلوس دي؟ حتى الان لم يحدث اي تفاوض، واحنا برضه احنا عايزين حقنا، يعني الناس المحامين الكبار والناس اللي بداوا يهاجمونا من ناحيه الطرف الاخر بيقول هو القانون بيجيب حقك، امال انا اروح لمين؟ يعني انا معلش كراجل يعني ممكن اتكلم، بس يا استاذ احمد احنا دي جزئيه منتهيه، القانون اكيد يعني في صف اي مظلوم وما بيوقفش غير لما ايوه احنا مع القانون، انا عندي سؤال بس كل حاجه، وبالتالي احنا جارينا عليه اول حاجه يا استاذه كريم، عندي سؤال، الفلوس دي ما زالت موجوده في مصر وفي حسابات الناس، فمن المفترض ان يتم اعاده الفلوس دي او التفاوض عليها زي القضايا او الموضوعات اللي مشابهه؟ حضرتك احنا مش عارفين، يعني لما احنا يعني رحنا المحاضر وعدد كبير لقيت، انا يعني كنت فاكر نفس الواحد لقيت فيه اكتر من 2000، فلما رحنا لقينا التحريات بتاعت النيابه لحد دلوقتي الفلوس فين؟ طب طمنونا، الناس في المستشفى، الناس تعبانه، فين ام عندها عمليه، في حاجات، الفلوس فين؟ فمفيش بدنا اجابه، يعني احنا نفسنا نوصل لاجابه. طب اسمح لي يا استاذ احمد، احنا نتابع معاك ومع كل المتداخلين مع اطراف القضيه دي لحد ما نعرف الفلوس دي راحت فين، هل يا ترى كان بيتم توظيفها حتى في اعمال غير مشروعه، او ولا كان بيتعامل فيها في تجاره العمله، ولا كان ايه الموضوع؟ دي اسئله مهمه، اكيد الملف ده لسه مفتوح. انا بشكرك للمعلومات اللي انت وضحتها لي النهارده استاذ احمد، ان شاء الله الحق يرجع لكم، لان كان هدفكم التجاره وليس توظيف الاموال. طيب الموضوع القادم حديث القاهره، إمبراطورية السوق السوداء، هل بالفعل في شيء اسمه إمبراطورية السوق السوداء؟ طب الأسبوع اللي فات كان في حركة كبيرة جدا في أسعار الدولار، وشفناه انخفض برقم مش قليل، يعني نزل تحت 60 جنيه وكسر هذا الحد، وبعدين رجع
اقل من السعر الاخير وصل ل 64. احنا هنا بنتكلم في السوق السوداء طبعا، يعني بعد ما كان وصل ل 70 جنيه. اذا احنا برضو بنتكلم في ارقام مش قليله. اكبر المتاثرين بحركه الدولار صعودا وهبوطا هم اللي بيتعاملوا بيه في حياتهم اليوميه المستوردين. خلينا نقول ان هذه الفئه مهمه جدا، عايزين نعرف ايه اللي حصل بالظبط وازاي بيتعاملوا مع الهزه الكبيره دي في السوق. خلينا نسال عبر زوم معانا الاستاذ متى بشاي، رئيس لجنه التجاره بشعبه المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجاريه. يا استاذ متى مساء الخير. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، اهلا وسهلا. يعني انا اول سؤال بيخطر في بالي هو حضراتكم بتوفروا الدولار ازاي علشان شغلكم؟ انتوا شغلكم كله في مجال الاستيراد، محتاجين دولار طول الوقت، بتتعاملوا في الموضوع ده ازاي استاذ متى؟ طبعا احنا يعني كمستوردين عباره عن شقين، مستوردين الادوات المنتجات تامه الصنع، ومستوردين ايضا الخاصه بالاكل والشرب ومستلزمات الانتاج. المستوردين الخاصه بالمنتجات تامه الصنع واقفين في طابور الاعتمادات وطابور تدبير العمله من البنك المركزي على مدار اكثر من سنه ونص تقريبا. فدول يعني للاسف يعني دوره راس المال الخاصه بيهم تعتبر شبه مشلوله. وفي المستوردين اللي هم بيتدبروا لهم من البنك فلوس تحت البنود الاستثنائية اللي الدولة حددتها، اللي هي تنحصر في الأكل والشرب ومواد الخام الخاصة بالإنتاج والأدوات المصانع. دول بيوفر لهم الدولة ببنوكها اللي محتاجينه من الدولارات. طب حضراتكم بتنتموا لأي فئة؟ الفئة التانية بتعمل إيه؟ بتجيبوا دولار منين؟ الفئة الثانية يعني بتلتجئ إلى السوق الموازي. وفي نفس الوقت إحنا يعني برضو المستوردين أكتر، زي ما حضرتك قلتي، أكتر فئة تضررت على مدار السنة ونص اللي فاتت في بلد بتستورد 70% من وارداتها. من احتياجاتها. ده أدى احتياجاتها، أنا آسف. ده أدى إلى وجود الكثير من البرجلة والبلبلة بالأسعار. حضرتك برضو لو متنزلي بتفاجئي باسعار غاليه جدا، ده انا لسه مشتريها امبارح اجي النهارده الاقيها بسعر مختلف. صحيح. ده دي كانت ب 10 جنيه الحق دي بقت ب 30 جنيه. ليه؟ عشان احنا للاسف بنبقى تحت يعني رحمه السوق السوداء. السوق السوداء طول ما هي حاسه ان في عرض وطلب ونقص ما بترحمش، يعني يعني هم بيبيعوا باسعار النهارده زي مثلا ب 60 باعوا بكره 61 بعده ب 63 وهكذا. وشفناه وصل لحد 70. احنا لو بنتكلم في 6 جنيه بس فرق مؤخرا، ف 6 جنيه دي في الدولار الواحد تعمل ارقام فلكيه بالنسبه لمجمل الحاجات المستورده. دي هزات ضخمه جدا ومش سهل ان حد يستوعبها. دي هزات ضخمه جدا. وفي نفس الوقت نرجع نتكلم برضو عن البرجلة اللي حصلت من أسبوع 10 أيام اللي إحنا كمستوردين مسمينه البانيك ويك. يعني إيه البانيك ويك؟ يعني اتهز العملة فيها. أنا عجبني جدا سؤال حضرتك للسفير محمد الحمصاني لما بتسأليه على إن إيه المشاريع اللي اطرحت في مجلس الوزراء اللي ممكن تدير دولار تخدم القطاع التجاري بالأخص قطاع المستوردين. برضو كل الكلام ده لسه ما فيش حاجة منه confirmation، لكن in case إن في فعلا وعود وفعلا في مشاريع ضخمة رد أدرت عملة صعبة، ده هيساعد فعلا يا فندم على وجود أسعار منخفضة ونسب أسعار تنخفض عن الأسعار الموجودة بالأسواق دلوقتي. طب يا أستاذ متى، إحنا شفنا إن نزل تقريبا 6 جنيه في الدولار في السوق الموازي بمجرد الإعلان أكتر بمجرد الإعلان عن إن في مشاريع قادمة. هل أنتوا لاحظتوا إن في أي استفادة بالنسبة لكم أنتوا في ده حاجة؟ والحاجة التانية ممكن تأكد لي معلومة، هل فعلا في حاجة اسمها إمبراطورية السوق السوداء؟ في ناس دي شغلانتهم يعني حولوا الدولار لسلعة وبقوا أباطرة في المجال؟ أقول لك على حاجة. أولا يا فندم اللي هو نزل إمتى؟ خميس وجمعة وسبت اللي فات، مش الأسبوع اللي فات، اللي قبل. طيب هل لما نزل النهارده ايه في خلال 10 ايام هو الاسعار رجعت تاني؟ ما فيش حاجه ادت الى ان انت تنزلي تحسي ان الحاجه رست. ما فيش، انا ما اقدرش اقول لحضرتك كده. ما فيش طول ما في سعرين
وفي فرق ما بينهم كبير. اقول لحضرتك تاني، في سعرين للسوق للعمله بالاسواق وفي جاب كبير ما بينهم عن السوق الموازي عن البنك، عمر ما حضرتك هتلاقي استقرار بالاسعار. وخصوصا يا استاذ متى احنا ما شفناش الاسعار بتاعه السلع في السوق اللي زادت نزلت تاني. انا عندي سؤال بقى تاني اكده لي، هل يوجد فعلا حاجه اسمها اباطره السوق السوداء ودول اشخاص؟ طبعا تحسي كده. انا بصي اقول لك على حاجه، انا مستغرب، مش مستغرب، انا يعني انا ما اعرفش ازاي الترابط ان تسالي في كل المحافظات الاسعار بتاعه السوق الموازي تحسيهم فعلا زي ما حضرتك بتقولي كده يعني مترابطين جدا مع بعض، متفقين على نفس السعر. يا فندم سنانهم حاميه جدا لما يحسوا ان في طلب عالي على الدولار، لكن لما هم الواحد برضو لما سمع وشاف التقرير اللي طلع من مجلس الوزراء ان في ضخ للعمله، هم حصل ايه؟ حصل التراجع. لما وانا اقول لحضرتك لما البنك يبتدي يدبر، واقول لك بكلام واضح، لو البنك ابتدى يدبر للمستوردين وقال له المستوردين قللوا الطلب على الشراء من تجار السوق السوداء، انا بقول لحضرتك انت كده فعلا حطيت السوق السوداء ظهره للحيط، وفعلا هتحسي باختلاف الاسعار وهنقضي عليه ان شاء الله. يعني لان انا لما اروح البنك اقدر اخد دولار. استاذ متى لما اروح البنك اقدر اخد دولار بشكل رحب وطول الوقت، ساعتها ان الدنيا هتبقى تمام. اخر حاجه قبل ما اختم، عندي سؤال مهم استاذ متى، هل تم اختاركم بحكايه ال 20% دي اللي سمعنا عنها بدل الاعتمادات المستنديه هيبقى 20% تابع للبنك؟ بص يا فندم، الموضوع الخاص بال 20% ده عباره عن ايه؟ يعني بس اخد دقيقه بس زياده عشان افهمها لحضرتك. انا سي مثلا انا المهندس متى بشاي دخلت على بنك من احدى البنوك في 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 في, في جمهوريه مصر العربيه، مساء الخير انا عايز افتح اعتماد بكامل اعتماد ب 100000 دولار، هيجبرني ان انا احط 120% يعني 120000 دولار احطهم في في الحساب، وهو البنك يدبر لي الاعتماد بتاعي ب 100000 دولار و 20000 دولار اتنازل بيهم للبنك بالسعر المعلن. ده قانون، ده رول اتعمل عشان من ضمن القوانين عشان يزودوا الحصيله في البنوك للي عايز يستورد. ده لود برضو اكتر يا فندم على المستوردين، وده لود على التسعير، وده لود على المنتج اللي هيتم استيراده بعد فتح الاعتمادات. يا استاذ متى خلاص كده انا اعتقد الصوره بقت واضحه، الكلام اللي حضرتك قلته اهو اتقال على الملأ وعلى المسؤولين اتخاذ القرارات المناسبه لحمايه المستوردين والمصنعين والناس اللي بتحاول علشان توفر الدولار بطرق ما هيش سهل. انا بشكرك جدا استاذ متى بشاي على كل المعلومات اللي اديتها لنا. اهلا بكم من جديد. انا اقول لكم ان الحوار بدا هنا بالفعل في حديث القاهره، لان الدكتور ايمن رجوان مش بس صاحب يعني اهم برنامج صحي وطبي موجود على الشاشات العربيه، لكن كمان هو موسوعه من المعلومات العامه اللي ممكن تاخدها في كل المجالات. موضوع الكبده الحقيقه عمل رد فعل كبير قوي بصراحه يا دكتور ايمن، انا برحب بيك معانا. انا سعيد قوي يا استاذه كريمه ان انا معاك النهارده، واحده من اهم اعلاميات الوطن العربي ومن اهم الاعلاميات في تاريخ الاداء الاعلامي المشرف المهني. يا جمال كلامك يا دكتور ايمن. لا بجد احنا سعداء جدا في القاهره والناس ان انت موجوده، وشرف لينا يعني ان انت معانا. اشكرك. بقى النهارده احنا مش هنتكلم على انك زميل معانا، انا هتكلم على انك استشاري الغدد الصماء والسكر والتغذيه العلاجيه. دكتور مش اعلام. دي من الحاجات المهمه قوي. احنا اتكلمنا على الكبده ودي اكلات المصريين في الشارع، عربيه الكبده، وانت شرحتها لنا بالتفصيل، لكن باقي معدة المصريين بتهضم إيه؟ اللي بتهضم الزلط دي حاجات مهمة قوي. أنا هبتديها معاك واحدة واحدة. الكشري هو طبق على مائدة المصريين اللي عايشين في الشارع، والعمال أحيانا بيأكلوه كل يوم نتيجة إن هم بيشتغلوا من الصبح لآخر النهار، ومش عارفين ده تأثيره إيه، ده حاجة كويسة ولا ممكن يسبب أزمات ومشكلات صحية؟ الكشري وجبة غذائية رائعة عشان يعني إذا فرضنا ان هو اتعمل بمقاييس صحيه سليمه، اذا كان معمول بنظافه ومكوناته كلها ما فيهاش اي تلوث او شيء من هذا القبيل، وتجاب من مكان نظيف، خلاص يبقى هو وجبه غذائيه مميزه جدا جدا، مليئه بكربوهيدرات، كميه الكربوهيدرات فيه عاليه جدا جدا، فيه فيتامينز كتيره قوي، فيه زنك موجود ب
بكميه كبيره. العدس شيء رائع جدا. المكرونه وان كانت عليها تحفظات على المكرونه لانها ماده مصنعه، المواد المصنعه عموما الجسم ممكن ما يعرفش يهضمها بشكل كويس، ولذلك ممكن تزود طبعا وهي وبعض المواد الموجوده فيها زي البصل درجات الاحساس بالقولون العصبي، تلاقي القولون العصبي والانتفاخات بدات تزيد. لكن ماده هتدي طاقه جيده جدا للعمال واللي بياكلوها، ماده بتدي ايفوريا لان طبعا انت عارفه كلمه ان في نسبه سكريات وكربوهيدرات كتير هتدخل للجسم، فالانسان يحس بفرحه، اللي بياكلوا كشري بعد ما ياكلوه بيحس بسعاده وطاقه ويحس ان هو لو يعني ان هو مستمتع جدا بطعمه، لانه طبعا الكميه البهارات اللي بتتحط دي والدقه والحاجات دي كلها. انت جوعتيني، انا ضعيف جدا تجاه الكشري، فالكشري من لكن ما ينفعش ناكله كل يوم، ما ينفعش يبقى الوجبه الرئيسيه بالنسبه لنا لانه ديفايد ما فيهوش كميه البروتينات الكافيه، ما فيهوش بروتينات تقريبا، ف واحنا محتاجين بروتينات بشكل كبير، بالاضافه الى انه برضه ساعات بيزودوا هم المكونات بتاعته. بصي اكبر غلطه بتحصل في الاكل المصري ما يسمى بالميكس في المكونات، ان ناكل شيء على شيء. انا لما هاكل شيء على شيء يعني اخطر حاجه في الدنيا ان انا اكل رز ولحمه، تقولي لي يا نهار ابيض ده اكله ثابته على ده الرز واللحمه الاثنين مع بعض، انا هفاجئ الناس ان دي اكله تخوف. ليه؟ اقول لك ليه. الرز واللحمه، الرز نشويات واللحمه بروتينات، لما بيدخلوا الجسم مين بيتهضم ابطا؟ البروتين طبعا، ومع ذلك تحس انه واخد واسطه مع الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي يقول له انت البروتين انت الباشا اهضمك براحتي، يقعد يهضمه ويركن النشويات، لا النشويات بتصوت تقول لهم انا اسرع في الهضم، لا 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 انت جاي من غير واسطه اركني، ده نشويات، ده كلام الجسم للنشويات، يركن الرز في الجهاز الهضمي عبال ما البروتين يتهضم. البروتين بياخد في هضمه حوالي 3 4 ساعات، ممكن ياخد 4 ساعات ده في احسن الاحوال. النشويات تتحلل ويبدا يحصل لها زي تكون نوع من الانتفاخ وتكون تحجز ميه وتعمل انتفاخات في الجهاز الهضمي، عشان كده اللي بياكلوا رز بياكلوا بيعملوا ميكس بين الحاجات، تلاقيهم بيشتكوا من قولون عصبي، تلاقيهم بيشتكوا من انتفاخات، تلاقي بطنه تلاقيها زادت، تلاقي بعد ما اكل يقول لك يا اخي انا بعد ما اكلت كده بطني مش بطنه بالكميه الاكل ما بيقدرش يقوم، بيقول انا عايز اروح انام شويه بالظبط. نام ليه؟ لانه هو المعده عماله تشتغل ومرتبكه، ركنت النشويات والنشويات اتركنت في مكان ما بتهضمش، عماله يحصل لها بتريفاكشن وعماله يحصل لها يعني بيحصل لها نتجاون غازات، والبروتين عمالين نشتغل عليه. عشان كده لما اكل كل لحمه بس ما تاكلش معاها رز، لو كلت لحمه يعني اكل لوحدها او لحمه لوحدها فراخ بس من غير ما اخلطها. طب انا عايز انا وحشني رز يعني جنبها سلطه جنبها اكيد سلطة. مش عيش يعني سلطه، ما هو العيش هيدخل معايا في نفس الفكره بتاعت الرز، او اقدم اكل الاول النشويات واستنى شويه كده الرز والمكرونه وبعدين اكل اللحمه بعديها. ده اللي بيحصل في بعض المطاعم، بيقدموا طبق قبل طبق، هم فاهمين يعني تروح فرنسا يقدموا اطباق معينه قبل اطباق، هم فاهمين ايه اللي بيتهضم الاول وايه اللي بيتهضم بعد كده. يعني ما لو سمحت ما تاكلهمش الاثنين مع بعض عشان ما تجيش بعد كده تشتكي. طبعا اللي انا بقوله دوت انا في الناس اللي تقول لك يا عم روح احنا بقى لنا 100 سنه بناكلها كده وما بيحصل لناش حاجه قوي. طيب انا عندي هرجع لموضوع الكشري في حاجه صغيره، الشطه عند المصريين بيتصوروا انها بتدي طاقه بتقوي القلب، كل منها على قد ما تقدر ما يهمكش، فيزودوا الشطه على الاخر على طبق الكشري. هي شطه حلوه او لوحدها الشطه جميله، فهل في ليميت؟ هل في اضرار ممكن تحصل لو انا بصي هي الشطه ماده جيده جدا ومفيده جدا، مفيده لضغط الدم ومفيده للقولون ومفيده للجهاز الهضمي. ضغط الدم اللي عندهم ضغط عالي ولا لا لا الضغط العالي والواطي، يعني هي الضغط العالي ما بتزودوش مش الشطه، الملح هو اللي خطر. ملح الملح ده سم قاتل، ملح من السموم الخطيره. ارجع لك للشطه، الشطه بتفيد الجهاز الهضمي، لكن في نوعيات من الامراض الشطه بالنسبه لهم تعتبر كارثه، زي التهابات المناعيه في الجهاز الهضمي، حاجه اسمها مرض اسمه كرونز ملوش ترجمه، ومرض تاني اسمه ألسراتيف كولايتس التهاب التقرحي في القولون، بالنسبه لهم الشطه دي خطيره جدا جدا. كان في نجم غناء مصري هنا اهوت عنده التهاب تقرحي، وانا من كنت من فريق الطب اللي اكتشفناها، كان اكل شطه في ليبيا رجع بالقولون التقرحي متهيج جدا ونزيف رهيب بسبب اكله
اكله فيها شطه كتير. طب ودي بنعرفها ازاي دي؟ انا يعني اي حد ياكل شطه مع قولونه يتعب بيبقى معناه ان عنده قولون تقرحي، ده مرض مزمن. مريضه بيبقى عارف ان عنده قولون تقرحي، فما ده ما يقربش من الشطه خالص. اما غير كده فعادي ممكن ياكلوا الشطه. طيب. بس ما يزودشوش قوي يعني، مش الشطه فيه في شطه عنيفه جدا، لا بلاش ديت عشان دي ممكن تعمل اريتيشن جامد للقولون والجهاز الهضمي. طيب برضو معده المصريين اللي بتهضم الزله دي بتهضم الفول، والفول من الاكلات المصريه المحببه الحقيقه يعني، شئنا ام ابينا، رخص غلي بناكله، لكن الاضافات اللي بتكون موجوده على الفول احيانا بتقلق الناس، وبنسمع اخبار ان بيتحط عليه اضافات عشان يستوي اسرع عشان يعمل حجم اكبر. اولا اعرف ده ازاي؟ اتنين ايه اللي ممكن يحصل لمعدتي لو انا اكلت فول كل يوم الصبح؟ دي فيها مشكله ولا ما فيهاش مشكله؟ فيها مشكله خطيره. الفول ليست اكله بشريه. معلش ودكتور ايمن صريح، اعمل ايه؟ ليست اكله بشريه، بناكلها عادي. ايوه انا من باكل فول بس باكله مره كل شهر، باكله مره كل 15 يوم. لما بيوحشني باكله، وانا عارف اضراره، انا عارف ان بس اللي بياكله كل يوم لا الفول ما اكله. هضم الفول غير كل الاكلات اللي ربنا خلقها بياخد وقت طويل جدا، لانه اكله غير مطابقه. انت عارف ان في دول في العالم ترى ان الكبده مش اكله بشريه، الكبده وبتخرج دول من انها تدخل في الاتحاد الاوروبي علشان الكبده، عشان الكبده بالظبط، معده والحاجات دي بالظبط. وعشان كده في بعض الكبده بتيجي من الدول دي، كان في وقت من الاوقات بتيجي برخص التراب. ليه؟ لان هم اساسا بالنسبه لهم الكبده مش هيستفيدوا منها، هم بيرموها. فانت لما تيجي تقول لهم انا تمام خد يا باشا، ما فيش مشكله. الفول اكله طبقا للطب مش المفروض الانسان ياكلها، خصوصا في بعض الاحيان ده في حالات بتوصل للفول يعمل هيموليتيك انيميا. يعمل هيموليتيك انيميا يعني انيميا يحصل معاها اسمها حاجه اسمها الفافيزم. الفافيزم دي حاجه خطيره جدا جدا، اللي هي بيسموها انيميا الفول. فالفول بيعمل لكل الناس قولون عصبي، بيعمل لكل الناس يعني مظاهر القولون العصبي، الانتفاخات دي، لانه هضمه بياخد وقت طويل جدا. لكن هو اكله جيده اذا اتبعت فيها، اولا تكون من مصدر موثوق فيه، تكون متاكد ان ما فيش اضافات المشهوره او اللي طلعت اشاعات في فتره من الفترات ان بتوع الموائد المنائد دي ولا مش عارف ايه اللي هم بيعملوا موقد، فبيحطوا الفول عشان يسووه بسرعه، فبيحطوا عليه ماده معينه اسمها الماده البيضاء بتخلي الفول يعني ينفش بسرعه ويكبر زي ما انت قلت في الحجم ويستوي بسرعه عشان ما يقعدش فتره طويله ويكلفهم. احنا سمعنا الكلام دوت. انا بصراحه شايف ان الفول من الحتت دي في منتهى الخطوره، لانه المواد اللي بتحط عليه صعب اكتشفه جدا. صح، اذا كان عليه ماده او مش عليه ماده مستحيل. الاكلات الكبده اللي ما احنا اتكلمنا عليه، كنت سالتيني سؤال جميل قوي، قلت لي اعرف ازاي؟ قلت لك مش انت اللي هتعرفي، احنا اللي هنعرف لما هتيجي خلاص. لانه الكبده لو حتى فسدان او الفول لو محطوط عليه اضافات، هما بيحطوا مواد مكسبات طعم وطحينه وزيوت وطماطم ومش عارف ايه وحاجات تغير طعم الفول وتكسبه طعم الحاجات دي. يعني انا اذا محتاج اكله على الاقل على فترات بعيده عن بعضها، مش واكون انا اللي عامله في البيت، مفيش داعي اشتريه قوي من بره، لانك أو يكون انا مش هسالك على الطعميه اذا كان الفول اللي انت قلت لي طعميه وطعميه بالشطه وبالحشو ما هو الميكس حاجات هتزود القولون العصبي، هاكلها هتزود، بس برضو اكلها في حدود المعقول، ما اكلش ويكون عندي ارتجاع. ما في مرض الارتجاع ده، الطعميه هتزود القولون العصبي، الارتجاع هيزيد وهيبقى مؤلم للغايه. في ناس عندها طبعا التهابات مزمنه في جدار المعده هيزودها الطعميه، لان الزيوت بتاعت الطعميه فظيعه. طب افطر ايه بقى؟ استنى بقى علشان المصريين على المائده بتاعتهم. البيض من الحاجات الرائعه جدا، الواحده بقت ب 6 جنيه و7 جنيه، فضلينا على حاجه ارخص شويه. يعني انا بحب فطار البيت جدا، او شايفه ان هو ناتشرال. انا بحب الحاجات الحاجات الناتشرال. يعني انا اقلق جدا من الحاجات المصنعه. يعني الجبنه مثلا فيها ماده تيرامين، ماده التيرامين دي بترفع الضغط، يعني بالنسبه لمرضى الضغط الجبن. اي جبنه ولا الجبنه اللي الجبنه البيضاء؟ الجبنه الرومي فيها مكونات غير معروفه وهضمها يعني لغايه دلوقتي في علامه استفهام. ساندويتش الجبنه الرومي ده عند كل المصريين عند مع شاي بلبن. جميل، حلو جدا طعما، لكن لازم تعرف ان الجبنه الرومي ماده مصنعه. اي ماده مصنعه تخضع ل
طبيعه المصنع والاضافات اللي هو بيحطها فيه اللي احنا مش عارفينها اللي احنا مش عارفينها. الجبنه الرومي ما زالت سر لغايه دلوقتي، ما اعرفش تصنيعها بيتم ازاي. يعني يعني دكتور ايمن الناس هتقول لك طب اكل ايه؟ طيب يعني دلوقتي طب الجبنه القريش انا اعتقد دي بالنسبه للناس الجبنه القريش امنه بالنسبه بس برضه الضغط بلاش يقربه من الجبنه البيضة والقريش. القريش ممكن بس عشان ما فيهاش ملح كتير، لكن فيها ماده الطيرامين في الجبن، لان ماده الطيرامين دي اساسيه في الجبن في حفظها، هي بترفع الضغط شويه. بس الجبنه القريش مش هترفعه قوي، لكن الجبنه البيضة الحادقه والحاجات دي طبعا، والحاجات اللي هي بقى المش والحاجات دي خطيره جدا بالنسبه لمرضى الضغط. طب انا اروح لاخر حاجه، احنا لحد دلوقتي لسه مش عارفين ناكل، ها ما عندناش غير البيض واحد بس اللي احنا صرحنا بيه، المسبك. مسبك على موائد المصريين، لذة الطعم، وتحط معلقتين زبدة ولا معلقتين ثلاثة أربعة زيت أيا كان النوع، ونسبك بقى التقلية والحاجات دي. إيه الأخبار؟ أنا ما عنديش اعتراض على الطعم الحلو وإنه يعمل أكلة مسبك، بس ما يأكلش كمية، يأكل على قده، حاجة بسيطة يدوق طعم الأكل يتبسط بطعم الأكل، لكن ما يفرطش في الكمية. الكمية هي المشكلة. حتى لو مش مسبك، الكمية هتعمل لود على الجهاز الهضمي، هتزود الاحتياج الدموي للجهاز الهضمي، هيسحب الدم من القلب. الكمية قد تقتل. تقتل يعني مقل ودل. مقل ودل، تاخد الطعم اللي انت عايزه بس. انت عارف في السينما المصرية جابوا حتة ان حد يموت بعد اكلة، جابوها اكتر من مرة وبحرفية شديدة جدا. في فيلم اسمه السقا مات، روعة، بتاع عزة العلايلي، يعني استاذ عزة العلايلي استاذ فريد شوقي رحمة الله عليه، عمل فيلم فريد شوقي عبقري، عمل دور يعني واحد بتاع يعني مياتم وبيمشي في المياتم وبتاع، وعمل المشهد الاخير اللي هو اكل اكله دسمه جدا ونام فمات. سقمت ده بيحصل فعلا؟ ده بيحصل طبعا. ايه اكتر الاكلات اللي ممكن فعلا بتكون يعني منتشر ان بعدها ممكن يتسبب الاكله دي في الوفاه؟ اول حاجه لازم الناس تاخدوا بالها منها قوي، واخطر حاجه الفسيخ. فسيخ؟ طبعا، دي مادة، ده الفسيخ دي أكلة أنا يعني بحذر منها بشدة، لأنها ممكن ترفع ضغط الدم وتعمل نزيف في المخ. يا خبر. طبعا الفسيخ مادة أكلة أيا كان مصدره. أنا مش حسام بكلش الفسيخ خالص يعني، بس أيا كان مصدره، في ناس بتعشق الفسيخ. أيا كان مصدره، في ناس بتحبه طبعا، بس للمرضى الضغط ممنوع تماما يأكلوا فسيخ. ممكن يسبب نزيف في المخ. طبعا يرفع ضغط الدم جدا. أكلة الفسيخ دي من مادة أكلة مليئة بالملح، غير بقى ان الفسيخ ممكن يكون فيه توكسينز، ايكولاي او مسممات بكتيريا، والتوكسين بتاعته في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. حتى لو كلوا معاه بصل، الناس بتقول ناكل مع الفسيخ بصل يعمل مضاد حيوي. لو هم شايفين كده انا معاهم. لا قول لنا الحقيقه زيها. لا طبعا، انا بسمع الجمله دي. لا لا ولا حاجه، البصل هيعملها، بصل تلاقيه قاعد في جنب الجهاز الهضمي كده وبتفرج على التوكسينز، وهي ده سموم دايركت، هتعمل توكسيميا في الدم. يعني السم بتاع الفسيخ بيدخل على يعني بكميه مخيفه جدا، وبيأثر وبيعمل بقى نوع من الفيجل سيميوليشن، بيزود العصب الحائر فجاه فبيقلل ضغط الدم، يدخل الانسان في شوك. ماشي، اذا اول حاجه ممكن يا جماعه خدوا بالكم، عشان بتودي اكله انا شايفها للاخره، مش بتودي في حته. لا تودي في مشكله جامده جدا. اكلات المصنعه. الاكل المصنع ده في منتهى الخطوره بقى، زي اللي هو بقى اللانشون، بسطرمه، الحاجات اللي انت مش عارف دي. السجق، انت المره اللي فاتت جبتي سيره السجق، قلت لك ده السجق دي يعني سجق اللي هو مع الكبده، انت بتروح تجيب السجق ده، سجق كبده وسجق، مع لحمه مصنعه. اللحمه دي ما حدش عارف جت لحمه ولا مواد غريبه ولا ايه بالظبط، يعني ما حدش عارف ايه هي، ما حدش عارف هي مكونه من ايه بالظبط، وكل حته بتعمل السجق والبسطرمه بطريقه مختلفه. لا، ودلوقتي في ناس بقت تطلع لدرجه اعلى شويه تقول الديك الرومي اللي هو التركي المدخن، ده كمان. ما هو لو تركي، لو ديك رومي حقيقي اوكي، لكن لو المصنع ده كارثه. المصنع ده انت بتحطي مواد غريبه ومكسبات طعم ومواد مصنعه ومواد ارتفيشال والوان، كل دي اللي في الجهاز الهضمي. علميا الحاجات دي كلها كارسينوجينيك. كل الحاجات اللي انا قلتها دي بتزود فرص الاصابه بسرطان القولون. ففي منتهى الخطوره الاكل المصنع ده. روحي شوفي نسبه، انا نفسي نعمل احصائيه نشوف سرطان القولون في القبائل الموجوده في افريقيا او القبائل الموجوده في سيوه اللي ما بياكلوش الاكل المصنع ده خالص، وشوف نسبه سرطان القولون الموجوده في اي مدينه. صحيح، هتلاقي فرق مهول. اذا لو حبينا ناكل اي حاجه من الحاجات دي كلها كمصدر رئيسي، يعني عايزين بروتين خدوه زي ما هو، حته فرخه، حته لحمه، ايا كان بقى. ياكلوا اللحمه لوحدها، يقطعوها وياكلوها كده لوحدها مع السلطه، او
لو عايز ياكلها مع الرز يقدم الرز الاول لفتره، بس ما تمزجش الاثنين مع بعض. طيب اذا معده المصريين لسه مش عارفين ياكلوا فيها ايه الا البيض حتى هذه اللحظه، وان احنا نفصل الحاجات عن بعضها. يس. والبروتين شيء مهم. هايل. طب الخضار، افضل طريقه لاكل الخضار الستيمي بالبخار مسلوق؟ ايه تاني؟ مسلوق. ما بقاش ليه طعم يعني ماشي الناس. مشوي ما فيش مانع لو إيه هيسبكوا، انا موافق على التسبيك بس الكميه تكون قليله. طيب ده كلام الدكتور ايمن، اسمعوا الكلام طبعا عشان نحافظ على صحتنا. طيب نسيب بقى الاكلات بتاعه المصريين ونروح لامراض المصريين. وربنا يحفظ كل الناس، بس للاسف الشديد المعده اللي بتهضم الزلط دي طلعت في الاخر ما بتهضمش زلط ولا حاجه. هي المعده بتاعه المصري زي المعده بتاعه السويدي زي المعده بتاعه النرويجي زي المعده بتاعه الانجليزي. هي المشكله انها ما بتشتكيش بس غير لما بيبقى عندك مرض، بعد كده بتعرف ان المعده بدات تشتكي في صوره مرض. ايه اشهر الامراض اللي بنقول عليها بتتسرب الصامته اللي بتدخل لحياة المصريين وبقت منتشرة حوالينا بسبب الممارسات الغريبة الصحية اللي احنا بنعملها كلنا؟ ده سؤال رائع جدا. كلمة القاتل الصامت أو المرض الصامت ديت بتطلق على العديد من الأمراض، لكن أشهرهم نجم النجوم. يعني لو قلنا مثلا يعني مين النجم المشهور لأمراض القاتل الصامت، أكيد ضغط الدم العالي. ضغط العالي ده يا أستاذة كريمة المصريين بيتعاملوا معاه، كثير منهم بيتعامل معاه باستخفاف شديد جدا. مرض ضغط ده مرض مهم جدا. طب ممكن الاول تقولي ازاي اكتشفه؟ لان انا بشوف ناس بيبقى عندهم صداع رهيب او مش قادرين يقفوا يقوموا رايحين اخدين حاجه مسكن للصداع ونكتشف في الاخر ان الموضوع ليه علاقه بضغط الدم. ما هواش كانش صداع. اعرف ازاي؟ بصي بقى، القلب بينقبض، انت عارفه القلب بينقبض كده، بيزق الدم في الشرايين. الشرايين ديت مهمه جدا. انا لما انقبض كده الدم بيروح في وقت الانقباض، بيعمل بيبقى له ضغط داخل الشريان. الضغط داخل الشريان ده بنسميه ضغط الدم الانقباضي، اللي هو اللي بيسموه فوق لك 100 ضغطك 120. طيب بعد ما يمشي في الشريان، الشرايين ديت مالهاش دور بس انها مواسير، لا لا لا، هي نفسها كمان بتؤدي دور القلب بعد كده في استمراريه الضغط. هي نفسها بتكمل كومبريشن على الدم عشان توصل للابعد منها. ساعتها القلب بيكون في حاله انبساط. يعني القلب لما بينبسط في شرايين طرفيه بتقوم بدور القلب اسمها القلوب الطرفيه. هكلمك عن القلوب الطرفيه دي كمان شويه. اوعى تفتكري ان في جسمي قلب واحد. ده اصل احنا سمعناه قبل كده، القلب بتاعت رجله دي. تصورنا انها عندكم انتوا بس. لا لا، هشرح لك حكايه ان الرجلين ليها دور مهم جدا. فالقلب بينقبض، ضغط الدم موجود العالي الشرياني، وبعد كده الشرايين بتنقبض كمان عشان تضخ في الشرايين الابعد والشعيرات الابعد منها. ده ضغط الدم الانبساطي. فضغط الدم الانقباضي 120، ضغط الدم الانبساطي 80. صحيح غيروه شويه خلوه 130 لغايه 80، مش مهم الارقام عشان ما نلخبطش الناس. الضغط الدم لما بيعلى بيعلى في نوعين من ضغط الدم. في ضغط دم اسمه اولي برايمري، ده سببه مش واضح وله نظريات واسباب وعوامل، وده للاسف الاكثر شيوعا. يعني تقريبا 90 او 92 93% من حالات ضغط الدم اسمها ضغط دم اولي بدون سبب، ولا بيكون مرتبط بالحاله النفسيه. هقول لك انا بقى، ما هو السبب مش معروف قوي، لكن في عوامل وقصص وعصابه كده، عصابه وليها رئيس. هقول لك العصابه وهقول لك مين رئيس العصابه اللي بيلعبوا دور مع ضغط الدم الاولي. وفي ضغط دم ثانوي يشكل 7% تقريبا من الحالات، هنتكلم عليه يعني لو في وقت. ضغط الدم الاولي، مين العصابه اللي تعمل ضغط الدم؟ بصي العصابه ليها رئيس، انا هقولهم لك وهسالك سؤال اقول والناس معانا، مين في رايهم رئيس العصابه دي؟ مين المؤثر الاكبر؟ يعني اولا شرب القهوه كافي ثبت، الملح، التوتر العصبي. في شخصيات اسمها بيسموها تايب اي بيرسوناليتي، الشخصيه اللي احنا محسوكه اللي عايزين كل حاجه صح، تاخد الكره على اعصابها، اللي انا وانت منهم. طيب ماشي، احنا مش بنشتغل في الاعلام للاسف. اكيد يبقى احنا كده على الاخر، عارف بنذاكر لحد ما ايه يعني. يعني اللي هو احنا متوترين والهواء، الحق الهواء وانت بتشتغلي هواء وانا بشتغل هواء، فمتوترين. وبيشتغلوا في الطب، طيب معظم الجراحين زملاء، معظم دكاتره الباطنه زملائي كلهم طيب ايه بيرسونال، معظم طلبه الطب طيب ايه بيرسونال، اللي هم عايزين كل حاجه صح. الشاطرين اللي زيك عايزين كل حاجه صح، فدول معرضين للضغط، هم طبيعتهم كده محسوكين، احنا محسوكين عايزين كل حاجه صح. كمان غير احنا قلنا الملح والقهوة والتوتر، الكحول، الكحوليات من العوامل اللي بتلعب دور في الضغط. نيجي بقى للتدخين، سموكينج والسمنه،
السمنة. السمنة الزائدة، إن الوزن يزيد. مين رئيس العصابة في رأيك؟ أنا أتصور يا إما التوتر يا إما الملح، ما عندناش حد يعني شايفاه أقوى قوي، يعني مثلا الكحول مش موجود قوي في مصر، مش بين المصريين. التدخين موجود بس عند، أنا كنت أقول عند الرجالة بس لقيت ستات كتير بتدخن. أنا هقول لك بقى، رئيس العصابة في رأيه أخطر عامل من العوامل دي، هم كلهم خطرين، أخطر عامل من العوامل دي هي السمنة. السمنة؟ السمنة. السمنة هو العامل الأخطر، هو رئيس العصابة الأساسي في ضغط الدم. ليه بقى؟ الملح لما بنبطله خالص، لو وقفنا الضغط الملح خالص ممكن الضغط ينخفض شوية، لكن يظل مريض الضغط عنده ضغط ويفضل ماشي على ضغط الدم. الكافيه لو أنا بطلت قهوة الضغط ينخفض شوية. السمنة لو خسيت ووصلت للوزن المثالي تلاقي الضغط اتظبط الدم جدا، رجع 120-80. ولذلك أي حد يكلم مريض الضغط من غير ما يقول له خفض وزنك للوزن المثالي ده بيهرج معاه. طيب هيقعد يديله دواء من غير ما يعالجه. طب شوف بقى، يعني أنا بصراحة دكتور أيمن كنت أأجل السؤال ده للآخر، بس بما إنك قلت إن ده هو رئيس العصابة فأنا لازم أسألك، هل الأنواع الرجيم اللي بيعملها المصريين دي، الصيام المتقطع والكيتو والحاجات اللي بنسمعها دي، ده حاجات فعالة لإنقاص الوزن فعلا، ولا لازم يروحوا للدكتور ويتابعوا مع كل واحد حالته على حسب وزنه على حسب صحته فيها إيه ولا إيه؟ لازم طبعا دكتور يمشي معهم على النظام الغذائي، كل واحد له دراسة خاصة بالنظام الغذائي الخاص بيه، كل واحد له اللي يناسبه. صحيح في أنظمة غذائية لها مميزات وعيوب، أنا لو دخلنا في الأنظمة الغذائية هنقعد نتكلم لغاية بالليل. النظام الصيام المتقطع له ميزات لكن له عيوب. الكيتو له ميزات لكن له عيوب، أنا ما بحبوش الكيتو. طب أفضل طريقة إيه؟ الأفضل إن أنا هاكل في وجبات متقطعة بس كميات قليلة، وإن الأكلة نفسها تكون صحية، وهقرن الأكل بالوجبات القليلة دي مع الرياضة. من غير رياضة في المعادلة بتاعة التخسيس عمري ما أخس، حتى لو قللت أكلي. الرياضة أهم من تقليل الأكل، الرياضة هي التي تجبرني على أن أنا أقلل الأكل. لو أنا لعبت رياضة حقيقية لازم أحرك عضلات الترنك، عضلات الجزء. أنت عارفة أن البشر، الكائن الجميل اللي اسمه البشر ده، مش كل حاجة بتتعمل بيبقى لها كتالوج. الكتالوج بتاع البشر اللي اتعمله من نشوف كم سنة، سيدنا آدم على خلق ربنا، ربنا خلق، ربنا خلقنا حط لنا كده كتالوج بس احنا ما فهمناهوش. الكتالوج ده ان انا لازم كل يوم اعمل رياضة. لازم كل يوم اعمل رياضة. ليه؟ الانسان القديم كان بيعمل الصبح فاشغل عضلات جسمي لازم اشغل عضلات جسمي، لانه لازم الترنك اللي هي منطقة الجزء لازم تتحرك، لان دي بتطلع مادة مهمة جدا اسمها نيتريك أسيد. النيتريك أسيد، نيتريك أوكسيد ده مهم جدا، انه بيوسع الشرايين بتاعه الجسم كله ومنطقه الحوض. يعني حكايه ال 10000 خطوه دي لابد منها، لازم امشي ولازم الرياضه. بصي بقى، ما حدش يقول لي انا بروح المول وبتمشى شويه كده بلعب رياضه، ده مش، دي مش رياضه اللي هو المشي في المول. الرياضه لازم يتوفر فيها ثلاث حاجات. اولا انهك، لازم نفسي يزيد، اعرق، ضربات قلب تزيد. لو التلاتة دول ما حصلوش أنا ما بلعبش رياضة. طب بصوا بقى ما تهزروش، يعني هو زي ما قال لكم دكتور أيمن كده، الكلام مع دكتور أيمن يعني مش ممكن أقول لكم قد إيه إن الوقت بيعدي معاه بسرعة. إحنا لسه عندنا موضوعات كتيرة دكتور أيمن بس وقتنا خلص. أنا بشكرك النهاردة، أديت لنا روشتة في معدة المصريين نعمل فيها إيه، لكن أكيد لنا لقاءات تانية من وقت للتاني. أنا سعيد جدا بالحقيقة، بشكرك جدا يا دكتور. أنا اللي بشكرك، شكرا جزيلا، وطبعا أكيد شرف ليا إن أنا أكون في اللقاء مع واحدة من زي ما قلت من أهم الإعلاميين وأكثرها شطارة ومهنية في الوطن العربي كله. تسلم يا دكتور أيمن، يعني زميلنا العزيز جدا وصاحب أهم محتوى طبي بيتقدم في الوطن العربي الدكتور أيمن رشوان، شكرا جزيلا لأنك كنت معنا النهاردة. وفاصل، وبعد الفاصل معنا المفكر والأستاذ الكبير أستاذ العلوم السياسية، ليه نظرة خاصة جدا في ليلة خاصة جدا، وهحكي لكم ليه ليلة 10 فبراير. الدكتور علي الدين هلال موجود معنا هنا في حديث القاهرة. أحداث سياسية كتير، أحداث اقتصادية كتير، والأهم ذكرى أحداث مرت على مصر مهمة جدا. بعد الفاصل نقابل العلامة الدكتور علي الدين هلال.
أهلا بكم من جديد وحديث القاهرة. النهاردة أعتقد الحديث هيمتد بينا الأفرع كتير قد ما يطول بينا الوقت، لأن معانا علامة مصرية بنفتخر بيه وبنفتخر بآرائه وبصراحته التي ليس لها مثيل، وهي دي عادته طول عمره من وقت ما وقف قدام الطلبة في الجامعة، هو بيشرح ويحلل ويوضح لحد ما أخذ مناصب قيادية في مصر وحتى هذه اللحظة حباً وعشقاً لتراب جمهورية مصر العربية. الدكتور علي الدين هلال المفكر الكبير ورجل السياسة والفكر، أهلاً بحضرتك. أهلاً بيك يا أستاذة كريمة، أهلاً وسهلاً. دكتور علي، الأحداث كبيرة ومتلاحقة وكثيرة وتحتاج إلى توضيح. قولي. والتوضيح عندما يكون من دكتور علي أكيد هيفرق معنا كتير. أنا هنقسم الفقرة بتاعتنا لجزئين، جزء فيه ليه علاقة بالشأن الخارجي وجزء ليه علاقة بالشأن الداخلي. واسمح لي لتلاحق الأحداث خارجيا هنبتدي بيها. حدود مصر يجب أن تكون آمنة، ولكن للأسف نحن في منطقة صراعات ملتهبة مؤخرا، وعلى رأسها حدودنا مع فلسطين الحبيبة ومع غزة. الوضع الآن في على الحدود، إسرائيل تهدد بتدخل بري في رفح الفلسطينية، وهناك يعني نوع من أنواع الرفض التام من الجهات الدولية، وزيرة خارجية ألمانيا، مؤسسات كبرى حول العالم، وأصوات تنادي بأن لا يتم هذا الحدث. ولكن كيف يمكن أن تسير الأمور إن قامت إسرائيل بمثل هذا الهجوم البري على أهلنا في رفح؟ شو يا أستاذة كريمة، يعني أنت عرضت للوضع. إسرائيل بجيشها قاعدة تقذف بالفلسطينيين من مناطق الشمال والوسط إلى الجنوب وصولا إلى خان يونس ثم رفح. في رفح الفلسطينية النهاردة يوجد تقريبا أكثر من 1,000,000 من سكان القطاع في أوضاع معيشية وغذائية وصحية كارثية. إسرائيل بتقول وبتهدد رئيس الوزراء بأن يبدأ عمل عسكري في رفح. ليه؟ لأنه فشل. فشل في تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي له حيثية. خلينا نسمع كان أهدافه إيه من الأول. كان أول هدف يقول مثلا القضاء على حركة حماس، ومرة يقول القضاء على البنية التحتية لحماس، لم ينجح. وحتى الآن لغاية في الشمال اللي هي بيقولوا أكثر المناطق سيطرة من جانب الجيش الإسرائيلي ما زالت تطلق منها صواريخ، وما زال في التحامات على الأرض. اثنين، الهدف الثاني تحرير بالتعبير بتاعهم المحتجزين في عملية 7 أكتوبر، لم تتمكن. حضرتك من يومين كان 4 شهور 120 يوم، على مدى 120 يوم لم يتمكنوا من تحرير رهينة واحدة. صحيح، المحاولة الوحيدة جاءت بالفشل وفشل ذريع وتم إذاعتها على قنوات التلفزيون، ولما بيعملوا حاجة انتهى بقتل المحتجزين. فمرة يقولوا يقولوا احنا مستعدين نفرج عن يحيى السنوار على أن يتعهد، يعني حنصون حياته على أن يتعهد أن يخرج من غزة، إن إذا خرجت قيادة حماس من غزة إحنا حنأمن لها الطريق واحدة. لا عارفين يلاقوا الراجل، وكل شوية يلاقوا عملنا أنفاق ويضخوا المياه في قلب الأنفاق. النتيجة مفيش، وكأنهم بيحاربوا أشباح تظهر من مكان مجهول تحاربهم ثم تختفي. هو بقى يعني عشان يعني بيقول ايه، اخر نقطه ممكن يكونوا فيها رفح وانفاق رفح. لمحوا من وقت لاخر يقول لك ما هو ممكن يكون فيه انفاق
في رفح من خلالها بيتم إمداد حماس بالسلاح والغذاء إلى آخره. ثبت كذب هذا الكلام. طيب موقف مصر إيه بقى لما تقربي من 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 رفح؟ بقى يظهر مشكلة ما يسمى معبر أو ممر فيلادلفيا. صحيح. ده ممر، دي المنطقة ما بين الممر ده جوه غزة. هي أرض فلسطينية بتمشي 14 كيلو من البحر الأبيض المتوسط إلى معبر كرم أبو سالم. في وقت من الأوقات كان ده لما كانت إسرائيل محتلة القطاع كانت هي مسيطرة عليه على هذا الممر. لما انسحبت في 2005 حدث اتفاق بناء على أساس عليه أن مصر هي تتولى الإشراف على هذا الممر من خلال قوات خفيفة وكذا وكذا وكذا. دلوقتي إسرائيل عايزة تدخل بقوات عسكرية كبيرة من أول يوم. مصر قالت هذا مرفوض، مرفوض انك تدخل بجيشك بقواتك المسلحة على 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 آخر نقطة للحدود مع مصر. تم نقل هذا الخبر، هذه الموقف لإسرائيل، لأمريكا، للاتحاد الأوروبي بأقوى الكلمات، وإنه هذا العمل يمكن أن يهدد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 79 كم ديف. لكن الكلام بقى مش بس الكلام، اتخذت مصر إجراءات عسكرية. يعني الجيش المصري في هذه المنطقة عنده حالة طوارئ، متأهب. هذه الرسالة في كلام نقل إلى إسرائيل وفي حاجات شايفاها إسرائيل بعينها. طب مش كلام. وهل ستستطيع إسرائيل بالمجازفة علشان تبييض وجهها لأنها لم تستطيع أنها تنجز أي من أهدافها في دخولها لقطاع غزة؟ ما هي محاولة أنها تقوم بمثل هذه العملية؟ هي عايزة تعمل ده كإظهار للقوة. طبعا موقف حرج، إنما مصر متخذة موقف قوي جدا إن يا أخوانا أنتوا بتلعبوا بالنار، الحتة دي بتلعبوا بالنار مع مصر ومع الجيش المصري، وده هيخلق موقف ممكن تكون له تداعيات خطيرة. امبارح رئيس الوزراء نتنياهو قال إيه؟ قال حاجتين. أنا أمرت الجيش إنه يعد لعملية عسكرية في رفح، وأمرت بإخلاء رفح من المدنيين. هيروحوا فين؟ ممكن يودوه في أي حتة، ممكن يرجعوا تاني للوسط والشمال. يعني دي مسألة ما تعنينيش، بس هما احنا اللي احنا بنشوفه عمليات إطلاق حتى على الحيوانات اللي ماشية في الشارع يا دكتور علي. أنا عارف، أنا بقول هو قال إيه، هو قال إيه. يعني اللي أقدر أقوله لك بقى بشكل قوي جدا، إن الموقف المصري وموقف الجيش المصري، موقف الدولة المصرية، إنها لن تسمح للموقف أن يتطور لكي يحدث اللي خايفين منه. طب احنا عندنا سيناريوهين يا دكتور علي في هذه الحالة. السيناريو الأول أن تتراجع إسرائيل وتدرك حجم الأزمة اللي هتدخل فيها بتعليق كامب ديفيد، من العمل بكامب ديفيد من الطرف المصري، ووجود زي ما حضرتك قلت كمان قوة عسكرية موجودة في هذه المنطقة. والسيناريو الثاني هو أنها تقوم بهذا الفعل وأيا كانت العواقب، لأن احنا شفنا نتنياهو بيتصرف طول الوقت بذريعة أنه محمي بقوة السياسة الأمريكية والفيتو الأمريكي وصمت من قادة العالم. في الحالة دي إيه اللي ممكن يحصل في السيناريو التاني؟ أعتقد ما قلت بقى، يعني هنخش في تداعيات جسيمة. ما أعتقدش أنه توجد مصلحة عامة الواحد يتكلم عليها. إنما هتقولي إيه؟ إن أمريكا مثلا، يعني إن التصريح بتاع منسق السياسة الخارجية
للشرق الأوسط امبارح أو أول امبارح، يقول إن مصر وأمريكا بتنسق مع بعضهم البعض، إن مصر بتقوم بدور استراتيجي رئيسي، التركيز على قوة التنسيق فيما يتعلق بهذا الشأن في العلاقات المصرية الأمريكية. لأول مرة كان في النهاردة مثلا خبر غريب جدا إنه أمريكا، هي حق أمريكا اللي بتدي سلاح تحط شروط على استخدام هذا السلاح. لأول مرة وزارة الخارجية وزارة الدفاع بس بقولوش إيه هي الشروط، إن في صفقة سلاح تقولوا إنه هتضع على إسرائيل شروط في استخدام هذا السلاح. وقالوا هم أن إسرائيل لم تمانع في التوقيع على هذه التعهدات. أنت حطيت إيدك على نقطة أساسية، مربط الفرس هنا أمريكا. الموقف الأمريكي الحاسم في هذا الشأن هيبقى له دور كبير في كبح جماح التطرف اللي نتنياهو بيديره. طب إذا في الحالة دي كيف نقرأ التصرفات أو التصريحات اللي احنا شفناها وغريبة جدا ومخالفة تماما لما رآه وسمعه العالم عبر شاشات التلفزيون، من أن مصر هي اللي بتمنع المعونات وإدخال المعونات الإنسانية لقطاع غزة؟ إسرائيل قالتها في محكمة العدل الدولية، والرئيس بايدن لقيناه بيقول التصريح بشكل عجيب جدا مع تعثر في حتى يعني وزلات لسانه المتكررة اللي احنا عارفينها في ذكر الرئيس وتوصيفه، كيف تراه؟ بس عشان يعني برضو الكلام واضح قوي، معبر رفح ده له بابين، باب في الحدود المصرية، باب بوابة، هذا الباب لم يغلق قط من يوم 7 أكتوبر. بعدين هتلاقي فيه ممر، من ناحية تانية فيه باب اللي هي فلسطين، اللي هي فلسطين اللي هي دلوقتي الغزة اللي هي خاضعة للعدوان الإسرائيلي. صحيح. طيب من يوم 8 أكتوبر البوابة المصرية مفتوحة، البوابة التانية مقفولة. يعني كلام كذب 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 كذب. طب دي حاجات الحديث يا دكتور علي، انا بقى اسفل المقاطعه بس، هل يا ترى احنا نكتفي بان احنا نقول ان هذا كلام غير حقيقي ويطلع تصريحات؟ لا مش كده حضرتك، لا 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 المفترض ان احنا نعمله في مثل هذا الموقف. اولا يعني حضرتك، لا مش احنا اللي بنقول. لما جه وفد من الكونجرس الامريكي صحيح وراحوا البتاعه دي صحيح، قالوا المعبر المصري مفتوح ناحيه ثانيه مقفوله. عشرات الصحفيين والإعلاميين وأسبانيا وإيطاليا لما جم وزراء الخارجية وراحوا لقوا الجانب المصري مفتوح، الجانب اللي بتسيطر عليه إسرائيل مقفول. أنا عايز أقول لا مش إحنا اللي بنقول، العالم كله اللي بيقول. بس هل في موقف نقدر ناخده تجاه هذه التصريحات؟ لان احنا شفنا مثلا اسرائيل اتهمت بدون اي اثباتات الناس من الأونروا ان هم بينتموا لحماس، تم فصلهم. الجزء المتعلق بتصريح الرئيس الامريكي يفهم في اطار صحه الرئيس وقوه ذاكرته، فمش عايز اقف كتير قدامه، مش عايز اقف كتير قدامه، يعني المعنى واضح للمشاهد. وخرج يعني في تقرير رسمي من الصحة كمان المتعلقة بالرئيس في اتهام ليه بأنه لم يحفظ أسرار وملفات مهمة، وقالوا أنه هو عنده أزمة في الذاكرة. كان في حضرتك تقرير طلع برضو امبارح ولا امبارح، ملوش علاقة بينا خالص، تقرير على ما يسمى الوثائق التي احتفظ بها الرئيس. صحيح. أيام ما كان نائب رئيس في بيته نسي يرجعها للدولة. وخد بالك ترامب متهم بهذا وبايدن متهم بهذا. فالتقرير المدعي العام القضائي اسمه روبرت هار طلع تقرير
قال فيه ايه؟ قال لم يتذكر او تذكر الرئيس بصعوبة تاريخ توليه منصب نائب الرئيس. انا بقتبس لحضرتك. تذكر بصعوبة موعد تاريخ انتهاء مهمته كنائب للرئيس. قال مثلا عندما كان في موضوع يتعلق بإرسال 30,000 جندي أمريكي للحرب في أفغانستان، وهو وقتها كنائب للرئيس كان له موقف عنيف جدا ضد كده، وقال مش عايزين نعرض الجنود الأمريكيين حياتهم للخطر، وإنه الأفضل نعمل ده من خلال الطيارات المسيرة وأعمال تانية. لم يتذكر تفاصيل هذا الموقف القوي الذي اتخذه، ولا تاريخ وفاة ابنه كمان يا دكتور علي، دي كارثة. ووجدوا هذه الوثائق ملفوفة بالنيون بالقرب من مكان الكلب، الكشك بتاع الكلب، مما يعني كلام روبرت هار إن ألقي بهذه الوثائق في مكان ونساها صاحبها. فأنا عايز أقول بقى يعني إذن الجزء المتعلق بنا إحنا يفسر في ضوء هذا التقرير في ضعف ذاكرة الرئيس الأمريكي. هو التقرير قال رئيس مسن يعاني من الرئيس باينن، هو رئيس مسن يعاني من ضعف الذاكرة. طيب ناخد بقى إسرائيل. لا ما عشان بقى ما تفتحتي يعني. إسرائيل ظهرها للحيط، هي متهمة بالأرقام إنه في تأخير في توصيل المساعدات. المساعدات طيب الكلام ده مسجل بالصوت والصورة، في يعني زي بقى المصريين بيقولها بتلوش في الكلام، يعني عايزة تقول أي حاجة، لم تقدم دليلا واحدا، لم تقدم سندا واحدا، بينما مصر عندها عشرات الأسانيد إنها تقدر تقول إن ده بتصور كل يوم بتخرج كام شاحنة. ممكن أيضا بالورقة والقلم كم يستغرق وقت عشان تصل هذه الشاحنات إلى مستحقيها، ساعات طويلة. ليه؟ في مرة كانت الشاحنات دي حضرتك تروح للعوجة بدعوى ان العوجة افضى في وقت كافي للتفتيش، عشان تروح للعوجة تاخد لها كذا ساعة وان ترجع تاني. عايز بعد كده اقول بعد كل ده يجب ان يعرف الناس الاتفاق اللي بين مصر واسرائيل والفلسطينيين، معبر رفح هو للافراد وليس للبضائع والسلع، يعني هو ليس معدا لهذا الأمر، ومع هذا مصر لم تتأخر لحظة واحدة في استخدامه. مش بس كده، ولا وفي الأيام الأولى دمرت إسرائيل بالطيران الشوارع اللي على الناحية التانية من المعبر وسلاح المهندسين المصري اللي دخل عشان يصلح حتى يجعل هذه الطرق مهيئة لدخول الشاحنات. صحيح. فأنا أقول هي يعني افتراء جملة وتفصيلا في هذا الشأن، دفاع الخاسر الكاذب يعني. طب دكتور علي، لو قلناها بلغة المكسب والخسارة، الأطراف المتعددة في أحداث 7 أكتوبر التي تأثرت بيها زي ما قلنا مكسب وخسارة، لو قلنا فلسطين بشكل عام وحماس بشكل خاص، المكسب الرئيسي إعادة قضية فلسطين لتحتل موقع الصدارة على جدول الأعمال العربي والعالمي. ليس سرا أن قضية فلسطين طورت، أصبحت مسألة روتينية يتعامل معها بعبارات عاطفية، إنما لم يكن فيها تطور،
ومنذ أن توقف ما سمي بقت عبارة سيئة السمعة عملية السلام، آخر مرة من عدة سنوات لما كان كيري وزير الخارجية بعدها توقف كل شيء، أعاد دلوقتي القضية كلها، بدأ الحديث على إقامة الدولة الفلسطينية، وبدأ وزير الخارجية البريطاني يقول نتكلم على كذا، وأمريكا والرئيس بايدن يقولوا على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية. لا دوت انت مكسب استراتيجي لصالح القضية الفلسطينية. والخسارة انه بعيدا عن حماس كأصحاب إيديولوجية معينة نختلف معها، إنما في دورها كحركة تحرر الوطني هي أصبحت رمز للنضال الفلسطيني. الفلسطينيون حاربوا لغاية أول امبارح 4 شهور كاملة، أطول حرب أجبروا إسرائيل على المشاركة فيها. ده انتصار آخر، أن يعني أن الفلسطينيين لا مش بس دبلوماسية لكن مقاومة على الأرض. مقاومة على الأرض. أهم خسارة، أهم خسارة يعني الثمن البشري من قتلى شهداء مصابين حوالي 30,000 و60,000-70,000 مصاب، الأوضاع الكارثية، إنما حط معاها كمان إن لغاية دلوقتي لا يقول لك يعني إحنا لا عايزين الفلسطينيين يقولوا كده، إحنا لا عايزين نروح مصر ولا نروح الأردن، عايزين نموت في بلدنا. صحيح. وجزء منها امبارح نائب الممثل فلسطين في الأمم المتحدة قال إن مصر أكثر دولة في العالم بتدعم وبتعمل وبتخصص موارد من أجل الشعب الفلسطيني. طيب لو تشوفي إسرائيل، إسرائيل يعني أول حاجة أصيبت بهزيمة استراتيجية من يوم 7 أكتوبر، يعني إذا خرافة الجيش الذي لا يقهر، المخابرات التي تسمع كل حرف وترصد كل شفة تتحدث وتصور كل واحد في كل حتة، تراقب الحركات والسكنات والخلاجات، تستخدم التكنولوجيا المتقدمة التي لا أحد يستطيع أن يجاريها، سقط هذا الوهم. يعني زي ما سقط الوهم ده مرة يوم 6 أكتوبر 73 سقط مرة أخرى يوم 7 أكتوبر 2023. ده أول هزيمة كبرى. الهزيمة الثانية الكبرى إنها صورة إسرائيل في العالم وحتى بين الجاليات اليهودية في العالم. تقريباً ما فيش عاصمة أوروبية أو مدينة أمريكية لم تخرج فيها مظاهرات من مواطنين عموماً ومن اليهود، وتلاقي حضرتك Jews for Palestine، Jews for Peace، يهود من أجل السلام، يهود من أجل فلسطين. ده يعني قضية مش بس بقى إذا مثارة على مستوى الدول وعلى مستوى، ولما أنت بتروح للأمم المتحدة وحجم التصويت ضد إسرائيل وضد السلوك الإسرائيلي، أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولولا الفيتو الإسرائيلي الأمريكي لصدرت قرارات ضد إسرائيل من مجلس الأمن. هزيمة تانية اللي هو عدم القدرة على تحقيق الأهداف، لا حصل كذا ولا حصل كذا، والاستمرار في العنف، لا توجد منطقة آمنة في فلسطين لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. إذا أردت تحدث عن انتصار، في انتصار إسرائيل،
انتصار على المدنيين، انتصار على المستشفيات، انتصار على المدارس، انتصار على النساء والأطفال في الملاجئ. هذا انتصار. كان انتصار يعني هو انتصار مشين بلغه بلغه العار اللي ما اعتقدش انه هيمحي ابدا. دكتور علي، احنا قبل ما ادخل في الجزء الثاني من حوارنا هو ليه علاقه بالشان الداخلي وعندنا ملفات مهمه جدا، اسمح لي نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا سوا. فاصل ونعود. اهلا بكم من جديد، وما زال معنا استاذ الاساتذه الدكتور علي الدين هلال. دكتور علي، عمق الامن الوطني المصري هو غزه حاليا، الوضع فيها ماساوي زي ما حضرتك شرحت، لكن التحليل بالموقف شيء والنظره الاخيره الى اين تتجه الامور. غزه هي النقطه المشتعله الكبرى على الحدود المصريه، بس عايزين نحطها في سياق اكبر. السياق الاكبر إن مصر بيحيط بها أقطار من كل مكان. في الجنوب حرب أهلية، سودان من ابتداء من 15 إبريل 23. الغرب الحرب الأهلية، الحرب الداخلية المستمرة في ليبيا بتداعياتها القائمة والمحتملة على مصر. في الشمال كل القضايا المتعلقة بالهجرة غير النظامية وغير الشرعية، ده بيفرض على والبحر الأحمر كمان يا دكتور علي، اليمن وحاليا بقى فيه مواجهات بين أمريكا والحوثي، السياحة وعلى قناة السويس. أنا عايز بس أقول لذلك مصر بتقوم بدور، يعني طبعا آخر الحاجات مؤتمر باريس اللي كان مصر وإسرائيل وأمريكا وقطر وعملوا مشروع معين وإدوا لحماس، وال بعد كده رد حماس على هذا الشيء. إذا لم تخن الذاكرة، امبارح أو النهاردة الرئيس بايدن طلب من مدير المخابرات المركزية الأمريكية القدوم إلى مصر للتشاور وتبادل الرأي حول الصفقة المحتملة. في مصر في مفاوضات بعد ما مشي وفد حماس، فيها كمان حماس صحيح، كان الوكيل بتاعهم خليل الحية. طبعا في اسرائيليين، في اسرائيل كطرف مفاوض. فانت عايزك يعني انت في موقف، يعني في ازمات مرتبطه بكل جوانب الاقليم اللي احنا عايشين فيه، اخطرها واكثرها انفجارا والحاحا هي غزه، لكن ليست الوحيده. هنا بقى انت يعني الحاجات دي هي صحيح قضايا خارجيه لكن لها انعكاساتها الداخليه. صحيح. البحر الاحمر تاثيره على قناه السويس، عمل هزه ضخمه في الاقتصاد المصري وعلى السياحه طبعا، كل ده بيضع ضغوط شديده جدا على الاقتصاد المصري والاداره المصريه بشكل عام. والاداره المصريه. طب نروح بقى للملفات الداخليه دكتور علي. انا هاخد حاجه الاول سريعه ليها علاقه بكيف يمكن ان تصمد مصر كقوه واحده قدام كل هذه التحديات اللي احنا بنعيشها كمواطن وكحكومة كدولة. شوفي بصي، بس أنا مش عايز إسعاد بعض الإخوة يتحدثوا إن كل الدنيا دي أعداء مصر، مش صحيح. يعني أمريكا بنختلف معها في حاجات لكن هي صديقة لنا في حاجات تانية، الاتحاد الأوروبي بنختلف معها في حاجات لكن هو صديق لنا. إن إحنا لو صورنا إن مصر بتعادي الجميع، أنا مش متأكد بقى هنعمل ايه. لا، مصر لها اصدقاء. وبقى في مفهوم متطور يا استاذه الكريمه، الصداقه مش معناها زي زمان 100%، لا، نحن امريكا بتتفق معنا في حاجات وفي تشاورات، واخر بيان للامريكان وللرئاسه المصريه نحن ننسق مع الولايات المتحده. حضرتك عندك جملة شهيرة دكتور علي بتقولها دايما، السياسة
تتحدث بلغة المصالح طبعا. الدول تربطها علاقة المصالح وليست علاقة الحبيب والعدو أبداً. لا توجد هذه في اللغة الدولية لا بين الدول العربية بعضها وبعض ولا مع دول العالم ونفس الشيء مع دول عربية. يعني برضو ساعات ألاقي أن بعض المتحدثين يعني سواء بيذكر بالاسم أو بالتلميح يعني حملة لا ما الدول التانية دي أيضا لها مصالح. أنا هتعاون يعني أنا فاكر جدا فاكر قبل انتخابات الرئاسة كان في المؤتمر الرئيس حضره وكان يعني كل وزير بيطرح في الجلسة اللي كان فيها الوزير سامع شكري وكان الرئيس حضر والرئيس علق نحن نتعاون مع الجميع كل بالقدر الذي تتوافق مصالحنا مع مصالحه عظيم لكن لا أحد يطالبنا أن احنا نتخذ موقف يعارض مصالحنا ويبقى تفهم كده ونحن نتفهم أن الآخرين لهم مصالح يستحيل أن تتطابق المصالح 100% إنما دورنا إيه؟ أن نوسع دائرة المصالح المشتركة والتعاون مع طيب. كل الدول. طب ندخل بقى يا دكتور علي في الجزء الداخلي كيف يمكن أن تصمد مصر سواء كان مواطن أو حكومة في ظل واحد خلينا نقول الملف الاقتصادي هناخدهم ملف ملف إزاي المواطن ممكن يصمد وإزاي الحكومة ممكن تصمد ويبقى في بينها وبين المواطن درجة قرب بدل ما هي درجة تنافر اللي بتحصل بسبب الأحداث فيما يتعلق بالصلة بين الحكومة والمواطن السبيل هو كسب ثقة المواطن لا تكون هذه الثقة بدون المصارحة وبدون المكاشفة في كل ملفات أنا بتكلم حضرتك على الملف الاقتصادي أنا بتصور المواطن المصري عايز يعرف حاجة بسيطة جدا هو صبور ومتحمل وفاهم بس عايز يقول له يعني هذا الجنون في ارتفاع الأسعار هل هيقف عند سقف ولا لا يعني عايز حد يقول له احنا نعدك انه الأسعار اللي هنوصلها مثلا يوم 15 فبراير يوم 20 فبراير بعد كده هتحرك بشكل عادي وإن يقول له ليه إن إحنا في الوقت ده هنكون عملنا كذا وكذا وكذا أو يقول له استحمل معايا لغاية أول رمضان بس أنت لكن لا تستطيع شوف حضرتك الاقتصاد ده جزء كبير جدا منه يقوم على الثقة وعلى وجود درجة كبيرة من استقرار السياسات الاقتصادية والمالية إنما طالما استمر جو الغموض الالتباس يعني أنا أقول لحضرتك حاجة لغاية أسبوعين أنا كنت بقول وفي يا أخوانا يا حكومة بكل الأريحية قولوا لنا تحتملوا إيه في متوسط الحوار الوطني على ولما بيجي نقول لنا دي مرحلة جديدة الناس بتقول لنا طب عملتوا إيه في الأولانية كلام بسيط جدا يشكر رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى عمل وطلعه من مجلس الوزراء في الأيام الأخيرة قالوا خطة تنفيذية مسكوا توصية وقالوا دي حد يعني إذا كان تشريع هيتحول مجلس النواب إذا كان قرار وزاري كذا وحددوا تقدير ده في 3 أشهر ده في 6 أشهر إلى آخره عزيز. وده اتحط على منصة على موقع مجلس الوزراء وإحنا في الحوار الوطني حاطينه على المنصة بتاعتنا كمان طب والخروج من الأزمة الاقتصادية دي ممكن يكون إزاي؟ لا الأول لا خلينا خطوة خطوة هنقول كده عايز تكسب المصريين مصرح. كلمهم واشرح لهم آدي أبعاد الأزمة ما تخلهمش ياخدوا المعرفة ولازم كلام محدد يعني أنا شعوري وأرجو يكون خاطئ كثير من التصريحات كلام عام يصلح لكل زمان ومكان أعتقد ده مش مفيد المفيد كلام محدد ولم يحصل خلل نقول حصل خلل فلان طب ما الرئيس بيقول كده يا دكتور علي بس ما بينفذوش يعني الرئيس سيسي نفسه طلع قال اطلعوا للناس قول لهم صرحوهم قول لهم على الحقيقه لكن ما حدش بيطلع يقول حاجه كل ما نطلب تصريح من جهه ما يدينا الكلام العام اللي حضرتك بتقول عليه انا رايي يعني ما احنا ما نملكش غير كده ما هو الشكوى لغير الله مزله هنقول الشخص اللي بيتصدى لمنصب وزاري وإذا كان مؤمن فعلا بالسياسات الحكومة بتتبعها
عليه أن يظهر ويشرح ويتكلم. دي مش مسؤولية رئيس الدولة. وساعات أنا بقول رئيس الدولة بيتكلم ساعات كتير. رئيس الدولة بيتكلم في الخطوط الاستراتيجية في التوجهات العامة. مفروض بعد كده رئيس ورئيس الوزراء بيتكلم. مطلوب الوزراء يكلموا أكتر. كلهم في تخصصه ويقول هو بيعمل إيه. ليه ما بيعملوش كده بقى؟ ده يبقى محل يعني تساؤل، محل تساؤل. وبالأساس حضرتك قلت أن القوة في المرحلة دي هتكون بكسب ثقة المواطن بالمصارحة. بدون كسب ثقة المواطن، المواطن هيبقى نهب للإشاعات وهتخليه يعني يعني ليه بقى الحملة العنيفة جدا الناس تشيل دولار؟ أن في ثقة اهتزت. الموضوع ده ما كانش موجود من 8 أشهر. ان كان في ثقه وفي استقرار. برضو انا عايز اقول وبقولها برفق واريحيه، الحلول الامنيه غير كافيه. احنا مشكله اقتصاديه. الحل يبقى اقتصادي ومالي. يعني ممكن الحلول الامنيه تبقى دور بسيط او دور تكميلي، انما لا يمكن الاعتماد على الحلول الأمنية وحدها في الأزمة اللي احنا فيها. لا. إذن انت ظهرك كحكومة وكدولة المواطن، أعدائك في الخارج بياخدوا الحاجات دي ويكبروها ويهولوها. صحيح. يخوف أكتر وأكتر المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب. صحيح. إذن على الدولة أن تحتمي بمواطنها من خلال أنه يبقى معها قولة واحدة. طب دكتور علي، وملهاش حماية تانية غير هذا الامر. صحيح. دكتور علي، احنا فاضل لنا يعني تقريبا 7 دقائق، يعني 45 دقيقه مع حضرتك بيطيروا فورا. مش هيقدر يبقى النهارده ليله 10، يعني ليله 11 فبراير وما سالش حضرتك عن كواليس هذه الليله. بكره اهم ليله، بدايه شهر شعبان. كل سنه وانت طيب، كل سنه والعالم كله وعلى كل المصريين بالخير. اللهم امين. لكن حضرتك كنت استاذ وما زلت استاذ الاساتذه في علوم السياسه، وكان لك يعني علاقة خاصة جدا جدا بالرئيس مبارك الذي التقيته قبل وجودك في وزارة الشباب والرياضة قبلها ب10 سنوات، وكان لك طلب وحيد بعد هذا اللقاء، قلت إن مش عايز أبقى، أنا عايز أفضل في الجامعة، مش عايز أبقى موجود داخل الجهات التنفيذية ولا الوزارات وغيرها. وفضلت كده 10 سنوات لحد ما تم الاستعانة بحضرتك كوزير شباب والرياضة. هو بعيد عن تخصصك الأساسي، لكن دايما نسمع ان الرياضه هي بالاساس سياسه. نعم. ملف الرياضه بالنسبه للمصريين هو عباره عن يعني احزاب. اهم حزبين الاهلي والزمالك وكده يعني. هل ما زالت الملفات الرياضيه هي بتدار بنفس الدائره المغلقه، ولا استجد عليها شيء؟ وكان تعليقك ايه على أداء المنتخب اللي فات وخروجنا من بالشكل اللي احنا شفناه ده؟ العلاقة بين وزير الرياضة واتحاد الكورة شفتها ازاي؟ وأخيرا بقى حسام حسن، لا لا لا، ورأيك ايه في وجوده حاليا؟ انت عايزة توقعيني مع الناس؟ ده الكلام ده أشد خطورة من الكلام في السياسة. معلش، أصل المصريين مش ممكن ما يسمعوش رأي حضرتك في الجزئية دي. بص أقول لك حاجة، أنت أشرتي، أنا أول مرة التقيت الرئيس مبارك سنة 82. كان حاضر اللقاء دكتور بطرس غالي لو كان وزير الدولة للشؤون الخارجية. اللقاء كان في مثلا يقعد نص ساعة، قعد ساعتين. كان كل شوية مثلا أحد الناس يخش، فالرئيس يقول له يعمل له كده. وناقشنا، أنا بدأت قلت له يا ريس، أنا من أنا عرفت منين بقى؟ قبلها بيوم أو بيومين كان عميد الكلية، كلية الاقتصاد، دكتور رفعت المحجوب. قال لي تعقد الرئاسه طالبه ان انت رايح كذا وفي لك. قلت له يا فندم، انا من ساعه ما الدكتور رفعت قال لي وانا يعني بهر على روحي. قال لي ليه؟ هو هل مقابله رئيس الجمهوريه يعني تخوف؟ قلت له وانا دلوقتي في سني ووضعي يعني مش هبقى سعيد ان اذهب الى عمل عام او حاجه زي كده. كان 82، يعني أنا كنت ما كملتش 40 سنة. قال لي لا لا، ده أنا بس إيه
ناس كتير انا بقابل ناس كده، فكل واحد يقول لي انت لا شوف ده في شاب في الكليه تاخد اسمه علي الدين هلال شوفه او حاجه زي كده، فانا عايز اتعرف بيك. وده اداني بقى كده امان، وناقشت معاه يوم هذا كل شيء داخلي وخارجي، حتى في قال لي انت حضرت الكلام ده كله ده انت عارف امبارح حضرته ازاي؟ قلت له يا فندم انا باحث شاطر يعني او حاجه زي كده. انما الرئيس مبارك تابعني وتحدث عني في اكثر من مره في خطابات علنيه. حضرتك انا في التسعينات يعني ابتداء من 92 كنت بقدم برنامج في التلفزيون القناه الاولى اسمه كلام في السياسه. كان بيذاع في اعقاب نشر اخبار تسعة يعني برايم تايم للاستماع لكذا. وكانت فكرته بسيطه جدا يعني حد ينزل يقابل ناس في الشارع وكده، يعني ايه ديمقراطيه؟ طب ايه وظيفه الاحزاب؟ يعني طب ايه النظم الانتخابيه؟ فكان عمليه تعريف بكذا. ففي مره هو يا يعني الرئيس مثلا في اجتماع او في مجال عام وحد قال له مثلا ايه معنى كذا؟ فرد قال الله ده الدكتور علي كان بيتكلم في الحكايه دي يوم الخميس اللي فات، ما تروحوا تشوفوه قال ايه. يعني كان الله يرحمه رقيق واشار الي بشكل ايجابي في عدد من المناسبات. لما خدمت كوزير علاقتي بيه جيده جدا، واشركني في بعض الامور اللي خارج اطار تخصصي كوزير شباب، يعني في بعض القضايا السياسيه كان ياخذ مثلا اجتماع طبعا انا بتحفظ يعني مش من هواة ان اقول اجتماع كذا وقلنا كذا، لا انا بعتبر ده من اسرار الدوله انت قلت ايه، لكن عقد الاجتماع نفسه اذكر مثلا وذكرت ده مؤخرا في فبراير 2003 قال لك الرئيس عمل اجتماع وتروح. خد بالك ما حدش بيقول لك راح تحت ايه الموضوع، ما حدش بيقول لك انت راح تعمل ايه. فروحت الاقي مين بقى؟ الاقي وزير الدفاع بشير طنطاوي، وزير الخارجيه، وزير الداخليه، والسفيره فايزه ابو النجا كانت وزيره التعاون الدولي، وانا وطبعا احنا الاثنين يعني من بادئين حياتنا الوزاريه يعني او حاجه زي كده. الرئيس جه وقال حاجه بسيطه، قال دلوقتي التدهور الوضع في العراق، امريكا هتضرب العراق هتهاجم، الامريكان هيطلبوا مني حاجات، هيطلبوا من مصر حاجات، انا جايبكوا عشان تقولوا لي عايز مشورتكم اقبل ايه، ماذا تقبل مصر ان تقوم به وماذا لا يجب ان تقبله. مثلا يبدو احد الكبار بدا قال له لا لو انتوا اتكلمتوا هتضغطوا على فايزة وعلي الدين فهنبدا بالاصغر. وبدا بيا وبالدكتوره فايزة والسفيره فايزة ابو النجا اللي هي دلوقتي مستشارة رئيس الرئيس السيسي، مستشارة الأمن القومي للرئيس السيسي. كان ليه أنا بعتقد بقى هجاوب على سؤال حضرتك والله العظيم، هجاوب على سؤال حضرتك مش هتهرب منه، لا لا اتفضل. أنا خوفي كله من الوقت، وقتي معاك بيطير بسرعة يا دكتور. حاضر. علي حاضر حاضر اتفضل. طبعا أنا كان يعني استدعائي لهذا المنصب كان أساسا للشباب مش للرياضة. الرياضة بقى عيب الرياضة انها تشدك، ان الرياضه لها اثاره جماهيريه وكذا وكذا. في مره الرئيس مبارك قال لي على فكره خلي تركيزك على الشباب، اللي اذا مشيت ورا فرق الكوره هتضيعك وممكن يكسبوا مره واتنين وفجاه يخلو بيك. كرة القدم في مصر غير أي لعبة تانية، هي إمبراطورية، إمبراطورية فيها مصالح وفيها أموال فبالتالي فيها فساد وفيها فساد.
وفيها يمكن أشخاص بيدهم قرارات كبرى دون أن تكون لهم مؤهلات اتخاذ هذه القرارات. وأنا راجل مؤدب في تعبيراتي. وبالتالي في عصبية، يعني عايز حضرتك تشوف الفارق بين الاتحاد المغربي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم. أول حاجة يعملها الاتحاد المصري شيل المدرب، وكأنه عايز يحمل المدرب المسؤولية وليست الإدارة واتحاد الكرة وكل هذه الأشياء. طب أنت المغرب جدد الثقة فيه، رغم المغرب أداءها لم يكن أفضل من فريقنا. في المغرب جدد الاتحاد المغربي الثقة في المدرب، رغم طبعا يعني لا يخفى على الناس أنك لما بتمشي مدرب قبله بيكلف أرقام فلكية، مش عارفين 600 ألف دولار دول. حسام حسن كان مطلب جماهير، انت سعيد بيه؟ ايه انت سعيد بهذا المطلب؟ لا دي بلاش اولا. لا بجد يا دكتور، انا لا اقول لحضرتك حاجه، اقول نرجو له الخير، نرجو له الخير. وطبعا اعرفه، انا في الوقت اللي بدات فيه وزير الشباب كان هو بيشارف على الاعتزال، اعتقد بيعدي مرات، وتكلمت معاه حسام انت ممكن الابطال، وطبعا لعب اكبر قدر من المباريات الدوليه لمصر، وكان شيء جبار يعني، وموهوب فكنت اقول يعني حاولت انا اقنعه يا يعني حسام لما يعني لما تقرر تعتزل وكذا اللاعبين اللي زيك في اوروبا يعملوا مؤسسات خيريه، مش ضروري من فلوسهم هم، لكن هم اسمهم بيجيب كذا، بحيث يظل انك تعمل حاجه لفئات مستضعفه في المجتمع الى اخره. واضح كان دايما الكلام جيبوا حسام حسن يحل المشكله. نرجو، انما انا هقول تاني، القضيه مش قضيه شخص، قضيه منهج في التعامل. اذا استمر المنهج بتاعنا يكسب نسقف له، ينهزم امشيه، يبقى مش هيعرف. هنفضل في نفس الدائره المغلقه. الاستاذ الدكتور علي الدين هلال، الكلام معاه بجد متعه فعلا يعني. انا بشكرك استاذنا ومفكرنا الكبير يعني، شكرا جزيلا، شرفت حديث القاهره دكتور علي. بشكركم على المتابعة، بكرة 9 بإذن الله أقابلكم هنا في حديث القاهرة. تصبحوا على خير.